كبيرة في السن يا حبيبتي. كبيرة في السن وفي المقام غصب عن حبة عيني. كده اهو. طب لما تيجي سكينة نسألها نشوف مين الكبير في البيت دوت. بس بقى يا ماما. خلاص بقى يا خالتي. وخلاص ليه؟ ما تخلوهم يكملوا وصلة الردح ويفضحونا في الشارع زي كل مرة. يلا مرات ابويا نمرة واحد وانت يا مرات نمرة اتنين. ورونا بقى شغل الضراير اللي على اصله. شدوا شعر بعض وقطعوا هدومكم، واللي طول تسايح دم التانية هنزغرطوا لها. لا 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 خلاص بقى يا اختي، ما تحرقيش دمك. دول مش بيتعاركوا ولا حاجة، ده مجرد نقاش عائلي. طب الراجل اللي كانوا بيتعاركوا عليه وبيغيروا من بعض عشانه وربنا اختاره من 15 سنة. يعني خلاص مش طايقين بعض ليه بقى؟ لا يا سكينة، ده انا وام فرج زي الاخوات بالظبط وربنا اللي يعلم. غش يعني زي ما تقولي كده صوتنا عالي على بعض شوية من الربكة مش اكتر، لكن ده احنا ما نستغناش عن بعض ابدا، مش كده يا مسيد؟ امال ايه يا اختي؟ تعالي يا حبيبتي. انت اختي اهو كده. ده احنا طول عمرنا نضحكوا في المنشية بيت الحاج مسعد شرغوش والحب اللي فيه والمعروف اللي ساكنه. خلاص خلاص يا عم شطاره، خلاص متشكرين. بقول لك ايه؟ نعم. اوصل لفرج وقول له زي ما قلت لك. وجب يا ست سوكه. وانت يا حلوه منك ليه؟ واقفين كده ليه؟ على المطبخ. ايه الجمبري ده؟ ما هو ده يا اختي سبب النقاش العائلي. شيليها لوز. حاضر. وانت يا حبيبتي على المطبخ. يلا انا هنغير ونيجي وراك. خالتي فرنسا؟ نعم. اغسلي الفاكهه دي وحطيها في الثلاجه. حاضر. خالتي وجيت اذا كنت خلصتي الملوخيه عليكي طقم الصين. اوعي تكسريه. حاضر. يلا بسرعه مفيش وقت. لا امال فين ست امنه وخالي مغني؟ ستك امنه خدت الرز مصممه تنقيه وراحت بيه اوضتها، وخالك مغني طلع غيط الحمام زي العاده. ما انت عارفه انهم قاطعهم من زمان يا سكينه، من يوم ما اختاروا انهم يقعدوا مع عمهم وجزمهم ورفضوا يقعدوا معاه. كانوا لسه صغيرين وما قدروش على بعد امهم، لكن بقى اما كبروا كانت كبرت في دماغه هو راخر، وحس ان ولاده مش عايزينه وانهم بيحاولوا يعني يوصلوا الود شفقه يعني. لكن تعالي قولي لي هنا، انت ايه اللي قومها في دماغك انك تعزميهم الليله دي؟ هي مش دي الليلة بتاعتك انت واخواتك اللي بتقعدوا تتحاسبوا فيها وتصفوا ورد الموسم؟ ما عشان اخواتي برضو يا ستي. عشان اخواتك؟ كلام ايه ده؟ طمان وفارق ماله؟ عايزاهم يتجوزوا بقى ويتلموا. ايوه. وانت بقى حاطة عينك على رئيسة وبوسينة. بنتين زي الامارات وامهم مربيهم كويس ويبقوا لحمنا واحنا اولى بيه. عيني عليك يا بنت مسعد، مهمومه وشغل نفسك بيهم حتى ما بعد ما بقوا رجاله كل شحطه فيهم زي ضرفه الباب. وصيت ابويا يا ستي الله يرحمه، شايلك الهم من بدري وخلاكي تنسي نفسك. الحمد لله ربنا قدرني عليهم. وكبروا كبروا بقى عندهم مال، والبنتين دخلوا الجامعه والثالثه هتخش السنه دي، والفلوس اللي جايه لهم من التجاره هتسطرهم وتهيئهم، يعني مش ناقصهم حاجه. يا بنتي يا بنتي خلي بالك من روحك بقى. مش هنفتحوا الموضوع ده تاني يا ستي. انا عارفه انك هترد تقولي كده، انت حره. هنوجعوا دماغنا معاكي ليه؟ خدي الرز ده في ايدك وانت ماشيه. خليكوا انتوا في اللي في ايديكوا، انا اللي هنفتح. طيب 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 يا اللي بتخبط، مين ابن اللذين اللي هكسر الباب ده؟ طيب عدم المغزى ست سوكا برضه مش كده؟ كده ولا مش كده؟ انت مين يا قلبي؟ تعالى هنا. انا زي اللي شفتك قبل كده. انا قورة بتاع المعمورة. ايوه ايوه يخيبك. وفي ايه بقى؟ ولا فوتنا مال؟ ما انا جاي لك مخصوص عشان كده يا ست سوكا. فوتنا والواد الحن اتعاركوا مع واحد وضربوه، طلب لهم البوليس وخدوهم على الكراكون. أنا سكينة مسعد قبطان الشهيرة بسوكا شرغوش. نعم يا أختي. أنا مش هنطول عليك في الكلام. الولد صايع اتهجم على أختي في كشك مترخص وهي بتشتغل.
دفعت عن روحها. تمسكوها هي ليه؟ لا اقول لك انا ليه؟ عشان الولد طلع ابن واحد من البهوات اللي بيخوفه. اخرس يا بت. كوشه. اتلم يا اوزع، انت كمان قطع لك لسانك. على مهلك يا سعاده الباشا الليوه. اذا كان الولد طلع له ظهر فاحنا يا اخويا لنا بدل الظهر 10 عن اذنك. سيب السماعه دي. عجايب، هنكلمه المحامي. انا بنعرف في القانون كويس وعارفه ان اللي بيتقبض عليه لازم يتصل بالمحامي بتاعه، كده ولا لا؟ بس انت مش مقبوض عليكي. بسيطه، فوتنا. كلمي خلفي المحامي، خليه يتصل بالحاج طلبة مرزوق. الحاج طلبة مرزوق امين الحزب في اسكندريه وعضو في المجلس وعنده ابن اسمه مندوح بالاماره، تعرفها باشا؟ الو الاستاذ خلف، اني فوتنا شرغوش. اختي بتقول لك بلغ الحاج طلبة مرزوق اننا محجوزين في كراكون المعمور وبيعاملونا وحش قوي عشان يجاملوا ابن واحد مهم. خلاص يا بت. ايوه يا حاج، احنا ما بنجاملش حد. انت عارف اختك والواد اللي معاها عملوا ايه في الشاب ده؟ الاول قرصنا ودنه على خفيف، ضربه خفيف بالقلابه وحمام زيت، ماشي ورجع لنا تاني بعد شويه ومعاه اتنين اصحابه عايزين يكسروا لنا الكشك ويرمونا البضاعه في الشارع. ضربناه. ضربتوهم؟ الاول حاجبه مفتوح وفكه مكسور، والتاني رجله اتجبست، والتالت عايز له عمليه تجميل في وشه عشان يرجع شبه البني ادمين. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. بس يا حن، سعادة اللواء. أنا مش لواء، أنا حتة نقيب. بس بتفهم في القانون وعارف إن ده دفاع شرعي عن النفس، وإن اللي لازم تمسكوهم هما التلاتة اللي انضربوا. لكن بقى إذا كنتوا عايزين تطبخوها فأني مش هنسكت. أنا هحولهم بكرة على النيابة وهي تتصرف، إن شاء الله حتى تديهم جايزة. واشمعنى هم؟ ما مسكتوش التلاتة التانيين ليه عشان يتعرضوا على النيابة زيهم؟ أنت هتفهميني شغلي؟ لا يا فندم، بس هاني بقى مش منقوله من هنا لما ناخد اختي والصبي بتاعي. وادي قاعده لحد الحاج طلبه ما يشرف. نط الولا الحن وعبط في رقبه الحاج طلبه وهو بيطلع لسانه للظابط لما كان هيعيط. بس الحاج باين بنت جدعانه من اللي هو. طلبه طول عمره جدع يا سوكه. كان ايه شايل جميل ابوك يا طمان؟ لولاها ما كانش بقى في الامل اللي هو فيها. يا ستي لا هي جدعانه ولا رد جميل. حكاوا ما فيها ان الانتخابات داخله في السكه، وزي ما تقولي هو عارف ان فرقه الشراغيش هي اللي بتطبق له الدايره كلها. وعايزنا نقف معاه زي كل مره. بس فؤاد شلبي نازل قصاد المره دي. فؤاد شلبي نازل الانتخابات؟ والله ما ياخد غير صوت واصوات قرايبه بكتير. انا هنقف معاه. ايه؟ بتقول يا سيد؟ مين ده اللي هيقف معاه؟ انا يا سوق. ما هو ماشي اليومين دول مع فاروق اخوه ومصاحبه. طب صاحب ابن شلبي يا سيد؟ وفيها يا سوق؟ هو عشان ما تلمي تعركه مع فؤاد شلبي يبقى لازم كلنا نعديه ونعدي اخواته. سيد انت بتكلم اختك كده ليه؟ بالراحه امال يا لوزه، سيد بيقول رايي. ما تتحشريش انت يا مفعوص. انا مش مفعوصه يا طمان. ابي طمان يا بت. جرى ايه؟ مالكوا طلعتوا في البيت واخوك كده ليه؟ جرى ايه وجيده؟ الكبير كبير والصغير صغير. حصل خير يا جماعه؟ انت مالك انت تتحشري ليه؟ على ابنك ولا كلمتك يعني ولا عايز ايه بالظبط يعني؟ يلا سيبوا البيت ونمشي. سدوا حناكوا بالاكل عشان تبطلوا هالضامه. انا رايحه لخالي مغني. بس انت ما اكلتيش يا سكينه. سدوا نفسي يا ستي. مش هتاخدينا معاكي يا قبلتي؟ انا نفسي اشوفه. شويه شويه، ابوك جرحه مغوط جواه. سيد فرج طمان، هنقعدوا في اوضه الجلوس بعد العشاء، بينا كلام كتير. موسم ما اشفر ما جابش همه. الله، ليه بس يا سوكا؟ ما المسائل ماشيه قسطه وكله في التمام. الحسابات اهي قدامكم، راجعوها. واحنا من امتى بنراجع وراك يا سوكا؟ وانا بنقول لك راجع عشان ذمتها ولا؟ انا عايزاكوا تشوفوا الخيبه على الورق. خيبه ايه بس يا سوكا؟ ماني عامل شغل زي الفل في البوتيك بتاع صفيه زغلول، يعني مصفي لي في الموسم ده اقل له 200 300 الف جنيه. ايوه. بأماره البيت سماح والولا اللول اللي اتقفشوا النهارده بالبضاعه اللي ضربت التيكت بتاعها. المسألة اتسوت خلاص، ما تقلقيش. وأنا شغال في المينا تمام التمام، وبورد لك الحساب أول بأول. وإن شاء الله بقى لما نرسموا الرسمة التقيلة اللي بنرسموها لفتح سأسأ، هندخل جوه المينا، ونعفقه في مصارينها، ونشتغل الشغل اللي على كبير قوي وننطر لفوق. يفضل المحل بتاع الزنقة، وأنتِ ما شاء الله ماشيها تمام التمام. أنا مش بنتكلم عن البوتيك، ولا شغل المينا، ولا دكان الزنقة. أنا بنتكلم عن شغلنا الأصلاني،
شغل الشراغيش يا اولاد الحاج مسعد. كويس انك فتحتي الموضوع ده عشان نتكلموا فيه بصراحه يا سوكا. مش قايل لك بلاش دلوقتي ناجلوا الموضوع ده شويه؟ احنا اتفقنا ان احنا نستنوا لغايه البت فوتنا ما تخش الجامعه، وهي خدت الثانويه العامه وداخله بعد جمعتين. تعالى افهمك بس، بلاش دلوقتي. دلوقتي زي كمان شويه هتفرق ايه؟ كنا اتفقنا على راي واحد نقوله. ما احنا متفقين. سيد له راي تاني. ايوه انا مش موافق. حد شاف جمالك انت وهو وهو؟ سايبيني قاعدة مش فاهمة حاجة وعمالين تتعاركوا ومين موافق ومين مش موافق؟ دغري كده سوكا ومن غير لف ولا دوران. أنا وفرج هنا رأي في حكاية شغل الشارع والشراغيش اللي دايرين بالبضاعة على الرصيف أو البلاجات. رأي إيه يا طمان؟ يعني سوكا الحكاية دي كانت مبلوعة زمان وما ننكرش إن هي اللي عملتنا وعملت الخميرة، ودلوقتي إحنا بقينا في غنى عنها والحمد لله، ونقدروا نرزقوا نفسنا في مراكز تجارية محترمة ونفتحوا محل كبير في وسط البلد. نفتحوا شركة في المينا. واني نعمل ايه؟ لما كل واحد فيكم يفتح له تجارة وشركة نتسوح عليه بقى؟ ما قلنا لك يا عربي، تعال اشتغل معانا، قدامك المحل بتاعي أو اشتغل مع أخوك فارق في المينا. أنا محتاجك في الشغل معايا يا سيد. بس أنا مبسوط في الوضع ده، سيبوني أنتوا العيال السريحة وشغل الرصفة واعملوا اللي أنتوا عايزينه، بس بشرط، مغني ملوش دعوة بيا. وماله؟ عم مغني يبقى يشتغل مع طمان. واني في قبوله. الله الله الله. قسمتوها خلاص؟ فرقتوا على بعض المنابات ولا كاني ليا راي ولا اعتبار؟ ازاي سوكا؟ امال احنا بنقوله ايه من الصبح؟ احنا قلنا راينا ومستنيين ردك. عايز رد فرج وانت طمان؟ طبعا. ورايك هو اللي هيمشي. لا ولا بالسولوس كمان، مفيش حاجه هتتغير. تجاره الرصفه والبلاجات هتفضل زي ما هي حتى لو بقينا مليونيرات. هي اللي كبرتكم وربت لحمكم وعلمت اخواتكم البنات وخلتكم تلبسوا الغالي وتسبسبوا شعوركم وتلبسوا الخواتم في ايديكم. ما بنقولوش لا، واحنا كمان تعبنا وشقينا، برمنا شوارع اسكندريه شارع شارع وشط شط، كبرنا تحت مطر الشتاء وشمس الصيف، فضلنا حافيين ولبسنا زنوبه سنين لغايه ما قدرنا نلبسوا جزم. تعبنا وشقينا وطفحنا الدم. كان ممكن تضيعوا والشوارع تاكلكم وتكون اخرتكم السجون والاصلاحيات لولا حوطت عليكم وجريت وراك وحامي عنكم وابعد عنكم الغلان. صدرت نفسي للبلطجيه والبرمجيه، دخلت خناقات يخافوا منها الرجاله، وصممت تفضلوا في مدارسكم. علمتكم المدرسه لغايه الظهر والشغل بعد الظهر والليل للمذاكره، وما كانش عندي مانع تكملوا في الجامعه. اتحايلت عليكم لكن كنتوا استحليتوا التجاره وقلتوا كفايه لغايه كده وكفايه البنات يكملوا. ايوه سوكا كل ده كان حلو في وقته، بس لما تيجي الفرصه عشان نرتاح استريحتوا. محدش منكم عاد بيسرح بصندوق ولا بيقعد على رصيف. مشغلين تحت ايديكوا 30 40 سريح، يعني شركه سفاره من غير مكاتب ولا سجل، والشركه دي بقى هي اللي بتجيب. والحسابات اهي، شغل الرصفه والبلاجات بيصفي قد اللي بيصفيه البوتيك بتاع المعلم طمان، وشغل المينا بتاع المعلم فرج ثلاث اربع مرات على الاقل، ومش عاجبني كمان. ايوه سوكا، بس المساله مش مساله فلوس وبس، دي مساله منظر برضه. يا سوكا يا سوكا، اخواتك البنات اللي هتبقى مدرسه واللي هتبقى مهندسه والثالثه داخله كليه فنون، ومصيرهم هيجي لهم عرسان ولاد ناس متفنطين، لما يجي يسالوا على اهاليهم هيسمعوا ايه؟ اهاليهم تجار رصفه وبياعين في الشوارع. اللي عاجبه شغل الرصفة ما كانش في المخدرات ولا حاجة تغضب ربنا. ما حدش فينا سرق ولا نصب ولا نشل. طب أنا عندي فكرة، ما نقسموها بجد. بتقول إيه يا ولا؟ بقول نقسموها، نشوف المسائل بقت كام، وكل ولا وكل بنت ياخدوا نصيبهم، وكل واحد بقى حر في نصيبه. يشغلوا في اللي يعجبه او يصرفه، ان شاء الله حتى يرميه في المالح. وبصراحه بقى اذا كان رايي ده مش عاجبكم انتوا بكيفكم، بس انا مصمم عليه. انا عايز نصيب يا سوكا. عايز ايه عن امك؟ فلوسي، حقي، نصيب يا سكين.
كده مالكم؟ قاعدين في عزا؟ يلا يا حبايبي، برنامج الليله دي لسه ما خلاص. فرقه الشراغيش تجهز لي الطبله بتاعتك يا فرج. لوزه نادي خالي مغني وخليه يجيب الاكورديون بتاعه. وانت يا ست فرنسا انت وجيده، جهزوا لنا القعده. شوشو الافتتاحيه عليك، شوفي حاجه عشان تتحزني. خلونا جد شويه بقى، عايزين نسمع حاجه لستي انا لمنيره المهدية. يا عيال ستك انا بتاكل رز مع الملايكه. لا جد بجد بقى، يبقى انت يا سوكا يلا اطلعي بحاجه من اللي مظبوطك مختليه بنفسك على السطح وبتغنيهم كده. بقى فتشت السر؟ ماشي، بس توبه لو سمعتني تاني. اه صحيح، يلا يا سوكا. انا فاكر لما كنت انت واخويا طاهر تقعدوا تغنوا الاغنيه بتاعت شاديه وعبد الحليم حافظ. طاهر هو فين طاهر يا حبيبي اخويا؟ ربنا يرد غيبته ويرجعه سالم غانم. كان لازم تفكرها بطاهر دلوقتي يا سيطمان. اصبع عنا فرج، افتكرته فجأة. احنا بنفتكروه فجأة، انما هي فاكراه على طول. شوفوا مين يا ولاد، اللهم اجعله خير. وتسيبني لوحدي بكم اللحم ده يا طاهر؟ غصب عني يا سوكا، مش قادر اقعد هنا بعد ابويا ما مات. انا كمان عايز اقلب رزق بره وابعت لك اللي يساعدك ويساعد اخواتي. وانت هنا هتساعدنا اكتر. متهيألك ابويا ما سابش غير الدكانه بتاعت الزنقه وسابها مديونه كمان. البيبان هنا مقفله. لا يا سكينه، انا لازم امشي. لازم امشي. ادخل يا اللي بتخبط. تعال شوف الضيف اللي طب علينا ده يا سوكا. ضيف مين؟ معرفش، فرج فتح له ودخله وقال له ان هو عايز يقعد مع الكبار. كبار؟ كبار زي مين يعني؟ زي الست أمنة مثلا. بتبصوا لبعض ليه؟ أنا لمحتها قاعدة وأنا داخل. هو حضرتك مين؟ أيوه صحيح، مش تعرفنا باسم سيادتك الأول؟ سألته أول ما دخل ابتسم وما ردش. أنا آسف، أنتوا معاكم حق. المفروض أعرفكم بنفسي وأقول لكم اسمي أول ما أدخل. بس الاسم لوحده مش كفاية، خصوصًا بعد ما شفت الست أمنة قلت بس ده هيسهل مأموريتي. يعرفناني وقال اسمك الست أمنة. بس أنا يا بنتي ما أعرفوش. أهو بقى يا ستي، تعالى نشوف إيه حكايته بالظبط. عجايب، مين ده اللي جاي لنا نص الليل ويعرف اسمي كمان؟ يمكن جو قديم يا ستي. بتضحكوا؟ طيب ربنا يضحك عليكم ولاد ولادكم. بس يا بنت سوريا بطلوا ما يصل الضيف يسمعك، واحدة منكم تهم تعمل الشاي. حاضر. خدي يا ستي على مهلك. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا يا حاجة. بسم الله ما شاء الله، عيني عليكي باردة كأن لسه عندك 40 سنة. الله أكبر، أنت مين يا ابني الأول؟ حج حجيك بيت الله والكعبة ورسول الله. جيت أزورك يا نبي ياللي بلادك بعيدة فيها أحمد وحميدة. حميدة جابت ولد سميته مسعد، مسعد شرغوش. مسعد شرغوش؟ ما كانش حد بيقولها إلا الشقي إيد الهون أبو لسان زفر. معقولة؟ معقولة جابر ابن أخويا؟ هو بعينه دكتور محمد جابر مرشدي قبطان.
ابن عم والدكم المرحوم مصعد قبطان. بس يا ابني شكلك كده يعني بعد اكتر من 43 سنة يا عمتي. طب وايه اللي فكرك بينا بعد العمر ده كله يا جابر؟ الحق يا عمتي، الحق اللي ما بيموتش ولو بعد 1000 سنة. طبعا بتقول لنفسكم ايه الراجل اللي طابب علينا في انصاص الليالي بدون اذن ولا معاد عشان يقول لنا الدنيا حقي. انا اسف جدا، عربية هتلف في الصحراوي وقفت اكتر من 3 ساعات على ما لقيت عربية تقطرني الاسكندرية، وعلى ما رحت للميكانيكي وبعدين الاوتيل كان الليل دخل، ولاني مرتبط في مصر معاد بكرة الصبح فما كانش في فرصة اتشرب بزيارتكم الا الليلة. كم معلقة؟ بدون سكر يا بنتي. انا فكرت افوت على دكانكم اللي في الزنقة لكن لقيت الوقت متأخر فقلت اجي بنفسي احسن. و احنا بيتنا مفتوح للضيوف ليل ونهار، غربة وغربة يعني. سيبك من حكاية جيت امتى وازاي وفهمني تاني، حق ايه اللي بتتكلم عنه؟ حق في البيت ده وفي دكانة الزنقة. ايه ده؟ بيقول ايه ده؟ مش واخد بالها بقى بتقول ايه؟ لا مؤاخذة. اسكتوا اسكتوا، مش تلاقي علينا شريك على اخر الزمن؟ شريك ايه يا بنت؟ قال يا قاعدين يتفكوا الشهر الجايين. عيب يا فاطمة بطلت صلاتي على الباب. لو سوكا لما حتك هتطين عيشك. خلينا نسمع بيقولوا ايه؟ ده فيلم. حق بطلوا ده واسمعوا ده. حدوته دي ولا نكته؟ لا وانت صادقه، دي تخاريف عجز. ما هي مسا عم الدكتور، الظاهر التعميره كانت متمونه والصنف عالي قوي. انا اعذركم، ولو كنت في مكانكم هقول نفس اللي قلتوه. شيء طبيعي، واحد جاي بعد 20 سنه يقول للناس انا شريككم وليا حق في مالكم، صعبه برضه. لكن لو فهمتوا الموضوع اعتقد ان كنتم مش هتندهشوا. لو لقيتي في كلامي حاجه غلط يا عمتي وقفيني وصححي اللي بقوله حسب ما انت فاكره. انا ما شفتكش يا ابني يجي اكتر من 40 سنه واكتر. بالظبط من 43 سنه. كان عندي 12 سنه لما والدي اخوك المعلم مرشدي توفى. الله يرحمه ويبشبش الطوبه اللي تحت راسه. كان المرحوم مصعد والدكم في سن تقريبا. كنا اصحاب مش مجرد ولاد عم. ما كناش بنفارق بعض ليل ولا نهار. ما كانش يخطر على بالنا ابدا ان الظرف الجديد ده هيفرق بينا. والدتي كانت مصر اصلا، وبعد وفاه والدي اصرت ترجع بيا وتعيش في وسط اهلها. هناك تربيت وكبرت ونسيت المنشيه وشارع قبطان واهل ابويا. في يوم حصل لي نفس اللي حصل لكم الليله. اليوم ده كان من 25 سنه تقريبا. برضه مش داخله دماغي. بس الراجل زي ده هيجي ينصب علينا ليه؟ لا مش حدوته نصب يا عربي. نقوله اه له في البيت ومحل الزنقه، مش قضيه نرميهم له بس نفهمه ايه اللي وراها. وبعدين بصراحه انا مش بلاقي السبب اللي قاله. حكيت انه كان سايبنا ناكل عيش وبعدين جه لما ظروفنا اتيسرت. اه ويجي لنا في نص الليل يعمل علينا منظر ويخضنا. لو ايه؟ مبتسم وتقيل وبارد. اه واخر كلمه قالها وهو ماشي الصباح رباح، هفوت عليكم بكره قبل ما اسافر. الله، زي ما يكون بيدينا انذار. يا طمان ما تقول حاجه. بصراحه انا مش مستريح للراجل ده، مش بلعه، كرهته من اول نظره. مهما ما بيدارش على شمعتها يا ام العربي. يا ما قلت لها يا سوكا نلم نفسينا وبلاش فشخره قدام الخال. تقول له يا مرات ابويا اما بنعمه ربك في حدث. ايوه لغايه الناس كلها ما بقت طمعانه وما فيش على لسانهم غير الشراغيش واللي عاملينه الشراغيش في السوق، طايحين ومضبعين يمين وشمال. حتى اولاد شلبي قلقوا وابتدوا يحفروا لها. وهالسمعه وصلت لمصر، خلت الراجل الدكتور جه على ملا وشه يقول هاتوا حقي. جه كسر حقه. كان طلع لنا في البخت هو كمان. لا بس سوكا ايه؟ قد 10 زيه دي توديه البحر وترجعه عطشان. بالك مش هتطوله حاجه. لو عليها هترجعه قفاه يا قمر عيش. الخوف من القرشانه الكبيره. يو جاتك ايه يا فرنسا؟ وطي حسك لا تسمح. تسمح لي ايه وهي اوضتها في اخر ركن في البيت؟ دي تسمع دبه النمله في ميدان المنشيه.
اللي روح حق ياخده يا سكينه. حيرتيني يا ستي، قلتي قدامه ان ابويا رجع له فلوسه وفض الشركه ورجع نص البيت. كان ناوي. يعني ايه؟ لوعت الكلمتين اللي قالهم لابوكي، يعني كذبت، بس كذبه بيضه عشان اعرف واتاكد. لكن الله يرحم ابوكي قال لي انه ناوي يرجع كل شيء لاصله ويرد فلوس ابن عمه، ومستني اول فرصه ينزل مصر ويخلص الحكايه. ما سالتوش تاني عملها ولا لا، وبعد كام شهر ربنا اختاره، اتلهينا وترزينا والسنين عدت، واتفاجئت بابن مرشد الليله. قلت نرميهم كلمتين ونشوف هيرد يقول ايه. ورد يا سكينه، طرطقت وداني لكل حرف طالع من بقه، صوته هو بيرد لقيته ما بيكذبش. يعني نعمل ايه يا ستي؟ ما فيهاش غير عمل واحد، اديله حقه. حقه؟ اديله نص البيت ونص الدكان؟ دكانة الزنقه دي حته مني، دي هي اللي نفعتني انا واخواتي، هي اللي خطينا منها للشارع انا وبقيه الشراغيش، خدنا منها وسرحنا في الشوارع، واللي رجعناه فيها دورتهن ورجعتهن قد ما كان مره واتنين وعشره. دكانة الزنقه هي اللي عملت دكان الطمان والرسمان اللي بيشتغل بيه سيد وفرج. دكانة الزنقه بقت تلات دكاكين يا ستي. تلات دكاكين؟ ازاي يعني؟ اشتريت دكانتين جنبها وما رضيتش اقول لاخواتي عشان ما يتمرعوش، ما يخرموش جيوبهم زياده ما هي مخرومه. تبقى كانت تايهه ولقيناها يا سكينه. ايه يعني يا بنتي نص دكان من تلات دكاكين؟ وتريحي ضميرك وتبري ذمه المرحوم ابوك في اخرته. طب والبيت يا ستي؟ يوم زيه زي الدكان. انت عارفه الدراع هنا يسوى كام دلوقتي؟ اكتر من 400 جنيه. عارفه لما ابويا خد منه فلوس كان يسوى كام؟ ما يجيش 50 جنيه. بخته يا بنتي، بخت اللي يشتري ويصبر على ملكه ربنا يكرمه. لا انا مش هنديله نصاص لا في البيت ولا في الدكان. حقه هو الفلوس اللي خدها من ابويا، ياخدها. اتفضل يا دكتور. ايه دول يا بنتي؟ 15000 جنيه. بتوع ايه؟ حقك اللي جاي تدور عليه. ابويا خد منك اللي مكتوب في صور العقود 10000 جنيه. نقول عليهم خمسه كمان ارباح القرشين اللي اتحطوا في الدكان يبقوا 15، وتبقى خدت حقك ونبقوا حبايب. احنا ما ناكلوش حق اي مخلوق. احنا نعرفه ربنا كويس، وقرشك خدته بالزياده. جميل. ونعم الناس اكيد ورثته عن ابوكم اخلاقه. كان الله يرحمه راجل حقاني. طب يا عم تشكر، بس انا ولادي مش عايز فلوس. امال عايز ايه؟ انا ما اديتش المرحوم ابوكم فلوس سلف، انا شاركته، والفلوس اللي انا اديتها له كان تمن نص البيت ونص المحل. وزي ما قلت لكم امبارح انا عرضت عليه الفلوس كسلفه، لكن هو رفض واصر ان اشاركه. لا بقى، ده شغل لبط وسكه شكل ما انتش قدها، بس يكون في معلوم جنابك انني دلوقتي. استنى يا طمان، الدكتور ما غلطش، الدكتور عنده حق. بلاش حكايه السلف، الفلوس دي تمن نص البيت ونص الدكان، احنا بنشتري منه. وانا مش ببيع يا بنتي. امال عايز ايه في نهار اهلك اللي مش هيعدي ده؟ انت صحيح ابن سوق وعامل تاجر، بس التاجر برضه ممكن يحافظ على الفاظه ويتكلم بادب، خصوصا لما يكون بيتكلم مع واحد قد ابوه وفي مقام غمه. الله اكبر، يكونش جاي ربينا؟ ممكن جدا اذا كنت انا اثر بيا، وضعه صلتي بيكم يدينا الحق ده. يلا يابا، يلا. يمين بالله العظيم لولا سنك لنحطك في طرد ونبعتك في السكه الحديد على بلدكم. عندك يا طمان. يلا اطلع شوف حالك واللي وراك. يلا. انا مش هنمشي غير اما الراجل ده يمشي. انا ماشي يا ابني، مش عشان انت عايز نمشي، لا، لان عندي ميعاد في القاهره ولازم الحقه. شوف يا بنتي،
أنا جاي عندي هنا مؤتمر علمي في جامعة اسكندرية أول نوفمبر، حاجي وحفوت عليكي تكون رتبت أمورك واستعديتي. رتبت أموري واستعديت ليه يا أستاذ؟ ده قرار يا بنتي، إذا كنت رفضاني كشريك يبقى ادعيلي أنا هشتري منك. أشوف وشكم بخير. سيب المحل النريمان تشوف الزباين وتعالي عندي اشربي شاي. يلا. ما بقتش قادره نفهمهم يا عرفان، حاسه انهم اتغيروا وما بقوش زي الاول، خصوصا الولا سيد ده. كبر يا سوكا، والمثل بيقول ان كبر ابنك خويه، وبعدين دول كمان مش ولادك، دول اخواتك، يعني مش هتقدري تفضلي تعامليهم على انهم العيال الصغيرين اللي سابهم لك ابوكي عشان تربيهم. وبعدين انت بنت، في نظرهم بعد ما كبروا وبقوا رجاله ان من حقهم بقى يستلموا منك المسؤوليه. يا ريتهم يقدروا عليه، كنت نديها لهم واني فرحان. اللي طالع لي في دماغهم اليومين دول ان كل واحد يشتغل لوحده لنفسه يعني، وده بقى لا يمكن يحصل. مش هنسيبهم يضيعوا اللي شقيت وتعبت وطفحت الكوت على ما عملته. كل واحد ياخد له حته وكل بنت تاخد لها حته ويضيع كله. احنا لسه بنقوله يا هادي، لسه في اول الطريق. ايه يعني كام الف بنتسنكحوا بيهم في سوق بيقلب كل يوم ملايين؟ كنت من كام سنه بتقولي اسطرهم وعلمهم واحطهم على اول سلمه وابقى عملت اللي عليا. الايام بتتغير، واول سلمه زمان غير اول سلمه دلوقتي. طب نفهم بقى، اول سلمه بالنسبه لي تبقى بكام؟ اني بنت تاجر وبنشتغل في السوق، واخواتي الصبيان شبطوا في التجاره، وانت عارف السوق مش بتاع من رضى بقليله عاش، بتاع التالي اللي لازم نعلوه عشان لما ناخده منه ما يختلش. بس ده مشوار ما بيخلصش يا سكينة. ادي احنا ماشيين وعارفين ورانا ايه. ايوه، ما وراكيش حاجة خالص. اني مش عايزة منهم حاجة غير انهم يساعدوني وبس. مش المفعوص اللي رايح يقعد مع عدوي ويصاحب اخوه كمان، هو مش عارف مين فؤاد شلبي؟ ناس انه كان حيدور نشحت بيهم على البيبان. لا العبارة مش عبارة سيد واخواته، لا، انت في موضوع قالب ميزانك من اول النهار، يا ترى ايه؟ هيكون ايه بس عرفان؟ ماني سألتك الصبح، قلتيلي هنقعد معاك ونحكي لك. ايوه، وده موضوع اخر يقلب الدماغ. عارف مين طب علينا امبارح بالليل؟ مين؟ يا ست سوكا! يا ست سوكا! يا ست سوكا! يا لحن! العيال بتوع فؤاد شلبي قلبوا الفرشين اللي في الشارع البراني، ونازلين ضرب يا عيني فيهم وسلامة. وصل دي كمان كل ما تجيبوا الفرش تاني هنيجوا ندغدغوه. انتوا سوكا بتاعتكم دي؟ سوكا جت لحد عندك يا ابن المكنسه؟ منك ليه؟ عنك يا سوكا، ما توسخيش ايديكي بزفرت اللي بعده دول. مش مستاهل عرفان، هنزفر ايديا ونغسلها بحمض فنيل. ايدك واقفه طالما شرحت. احنا مش عايزين نفتح على حمر. بس انا هنفترق عليك يا رحمه. ايوه ولا حن عينيا على ما نتسلى بالنطع ده. تروح لخالي مغني تقول له يجيب نحو وبركاتها والعيال بتوعهم يكونوا عندي بساعة زمن. عينيا وانا كل يوم اموت واحد. يلا يا لحن. في ايه يا سوكا؟ انت اللي بتسالني في ايه؟ ما انتش عارف؟ طب نفهموا ايه بس العباره؟ ما انتش عارف ايه العباره يا سعجمي؟ ما عرفتش الصايع بتاعكم عملوا ايه في الفروشات بتاعتي؟ صبرك بالله، امال وسيبي ايدك. مش هنسيبك الا ما تقولي مين اللي اداهم الاشاره. مين عجمي؟ ما انت عارفه يا سوكا ان انا هنا حيال عبد المأمور، لا بد اشارات ولا امارات. قدامك دقيقتين ترسيني على الموال، بعد كده مش هتلاقي نفسك. اني هرسيكي يا ست سوكا على الموال كله. العيال بتوع الناس اصطادوا ناس جايين من ليبيا، جايبين معاهم شويه بضاعه، دافع عربونها فؤاد شلبي، ضحكوا عليهم وخدوا منهم البضاعه. في حاجه دي؟ اضطريت اتصل بفؤاد نهب التليفون وهو اللي بعت الرجلين دول. ما هي الحكايه كده. انت عارف الفرشين والبضاعه دول يا سوكامس يا عجمي؟ قولوا لي اللي خلاصك ايه وانا نتصل بفؤاد بيه ونخلصك الموضوع. لا اصل مارادونا انت هتتصل بالكابتن بتاعك بس عشان تقول له ان الشراغيش بيحبوا يخلصوا حسابهم اول باول. شوفوا شغلكم. مش كنت تخش عنها يا معلم عرفان؟
أحوش مين أزوبة؟ الله ما أنت عارفة سوكة وبقيت الشرعيش لما بتقوم في دماغهم حاجة. يلا السلامة. وبعدين بصراحة بقى أنا موافق على اللي هي بتعمله، واحدة بواحدة والبادي أظلم. بس أنا خايفة عليها. لا ما تخافيش. ما خافش، ده ممكن يصطادوها في دقة زي دي ويعملوا لها بالو. دي شرغوشة يا زوبة. زمان أنا كنت بنستعجب من الاسم ده ونقول اشمعنى يعني الناس يسموهم شرغيش، وبعدين فهمتها. سمك الشرغوش ده يخمك يحيارك، شبه الدنيس وما هواش دنيس، وبعدين معافر صعب تصطاديه وصعب يقع في الغزل. ايوه ده انا اللي محتاره في امرك، مش عارفه ان كنت صياد ولا سماك ولا خردواتي ولا فتوة. اني راجل على باب الله، حكايه الفتوانة دي نسيناها من زمان. واني كمان بنقول ازاي المعلم عرفان قاعد بيتفرج على العركه من غير ما يخش ويلمها. ايه يا زوبه؟ صحيح سوكه بتتعارك؟ ايوه بتتعارك. ايه يا لولا، هي ناقصاك انت كمان؟ اقف اتفرج زينا، المعلمه بتاعتك مسويه الهوايه جوه في المحل بتاع شلب. نقف ونتفرجوا ده ايه؟ واسع جدعه اهم خاطر مصر اخينا. خلاص 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 يا جدعان، وكله بقى في الرواق، مش عايزين بقى تجمهر واخلاق بالامن العام. يلا حبيبي يا لهوي. بقول لك ايه يا لحن؟ إيه؟ انا جيت متاخر ولا ايه؟ معلش يا زاغل فاتك الفيلم، استنى حفل التسعه. لا حول ولا قوه الا بالله. حد منكم يا جدعان شاف اللي عمل العمله السودا دي؟ ابدا ولا نعرفوا مين اللي عمل كده. انا حتى كنت مسافر يا لول. ايوه ايه الاخبار يا عجمي؟ الاولاد الاولاد ايه؟ دكانة الزنا؟ طيب المنشية المنشية المنشية. فين الخناقه اللي حصلت هنا؟ وفين المحل اللي اتكسر؟ هناك يا فندم عند الراجل اللي واقف هناك ده. مفيش شغب سعادتك، ما لقيناش حد. في محل متكسر وفي فرشين بره محطمين تماما. عساكر الحراسه بيقولوا كان في ناس بتخانق هنا وهربوا اول ما القوى وصلت. يا فندم هات البنت اللي اسمها سوكا والراجل اللي اسمه عجمي. مش عايز استعباط. انا فاهم وانتوا فاهمين اللي حصل بالظبط. ده مش شغل تجار ولا منافسة سوق، ده شغل بلطجة وعصابات. بشهادة الشهود يا باشا، موكلة الأنسة سكينة هي الضحية. فرشين مترخصين اتكسروا، بضاعة ب10,000 اتلفت. اتنين من عمالها هم سلامة أبو نار وإبراهيم الكررتي تم الاعتداء عليهم بالضرب وأصيبوا إصابات جسيمة وموجودين في المستشفى الجامعي بين الحياة والموت. كل ده تم بتحريض من السيد فؤاد شلبي. العكس تماما هو اللي حصل يا سعادة المأمور. محل موكلي هوجم بمعرفة المدعوة سكينة قبطان ومعها 10 من البلطجية، حطموا كل محتويات المحل وسرقوا الخزنة. كذب، ما حصلش. استنى انت، لسه بيني وبين الكلام كتير. يا سلام، تحت امر الباشا. خد بلاغاتهم واعمل المحاضر اللازمه. اتفضلوا روحوا معايا يا اساتذه. لا استنى انت، وبعدين يا سكينه. وبعدين ايه يا باشا؟ وبعدين معاك يا سكينه، مش عايزه تجيبيها البار ليه؟ أنا يا سعادة البيه؟ أنا بندافع عن نفسي وعن رزقي. أنا عمري ما افتريت على حد. قاعدة في أمانة الله لقيت مالي متبعتر على الأرض وفروشاتي متدغدغة واتنين غلابة من عمالي مضروبين ودمهم سايح. رحت واخدة بطارق في ساعتها، لميت شوية بلطجية زي التانيين وهجمت على المحل وكسرتيه. أنت ما تعرفيش إن اللي عملتيه ده جناية، وجناية عسكرية كمان تتقدمي فيها لمحاكمة عاجلة. أنا ما عملتش حاجة
واللي يقول كده يثبت. والعلم جنابك بقى، كل تجار الزنقة أو عمالها يشهدوا أنا قاعدة في دكانتي ما وربتش عنه. يا سكينة أنا عارفة كويس، كنت هنا أول ما والدك اتوفى وسابلك إخواتك غرقانين معاكي في الديون، كنت لسه ظابط صغير وكنت متعاطف معاكي وحميتك من اللي كانوا عايزين يمسحوكي. كان عاجبني فيك جرعانتك وشيلك المسؤولية وقوفك بشجاعة قدام ظروفك الصعبة. بعد 15 سنة أرجع هنا مأمور للإسم عشان ألاقيكي بتعملي زي اللي كان بيضربوكي زمان. ولسه بيضربوني يا باشا، بس أنا ما بنعملش زيهم. أنا بندافع عن مالي ومال إخواتي اللي شقينا عبال ما عملناه، وما قدروش يمسحوني وأنا لسه طرية وعود أخضر. ما تقعدش بقى نسيبهم يمسحوني بعد ما وقفت على رجلي. بس هما كمان كبروا وتوحشوا يا سكينة. ربنا بيقدر صاحب الحق على حقه. موقف اختلف دلوقتي وما اقدرش اساعدك، وخصوصا لما الاقيكي بتخالف القانون. انا ضميري اللي بيمشيني يا سعاده البيه. نروح نعمل المحضر بالاذن يا باشا. لسه لحظه من فضلك. الو، اهلا يا باشا. اهلا بسعادتك. ايوه صحيح يا باشا، دي خناقه عاديه يا باشا، وهناخد التعهدات اللازمه على الطرفين. افندم مفهوم يا باشا. حاضر يا باشا، مع السلامة يا باشا. مش قلتلك كبروا وتوحشوا يا سكينة؟ ليه يا بيه؟ في ايه؟ المسؤولين اعتبروا اللي حصل اخلال بالامن وطلبوا احتجازك انت وعجمي لغاية ما يصدر امر باعتقالكم. ايدك يا لول، ولا عشان ما انت جاري وامك بتقعد بفتي العيانه هتعمل لي فيها امان؟ لا يا لول، انا حرك نفسي. انا بنحافظ عليك يا زوبه. اسم الله. ليه بقى يا اخويا؟ اخويا ولا جوزي؟ عجايب. ايوه عليك، انتوا كمان هتعملوا لي الزفه؟ هو كان جرى ايه يعني؟ ياما دخلنا اقسام واتحجزنا في كراكونات. كانت عركه شارع يا سكينه. اخواتك المرات بيقولوا الحكايه كبيره. قال لي يا اختي كان هيعتقلوكي زي الجماعه بتوع السياسه. لكن انا بقى قلت لهم ان سوكه هتطلع منها زي الشعره ما بتطلع من العجين. الحمد لله جت سليمه. يلا بقى شوفوا لنا لقمه نتعشوا بيها. امال الولد السيد فين؟ ايوه صحيح، وفين البنات؟ انا كنت فاكرهم هيستنوني على الباب. آه زمانهم جايين. آه يلا يا ام فرج، على ما نوضبوا الاكل يكونوا وصلوا. ايه استني عندي، يكونوا وصلوا منين؟ اتكتمتوا ليه؟ ما ترد يا اختي انت وهي. في يا ست؟ ما هو ما كانوش يقدروا يقعدوا ساكتين. مش سوكا برضو اختهم اللي انا مش فاهمه حاجه. في ايه؟ انا هنفهمك يا سكين. لما جت لنا اخبار اللي حصل، اخوك العربي قال تعالوا نروح لهم ونتفاهموا معاهم في بيت ولاد شلبي، وهو يتكلم مع فاروق والبنات يتكلموا مع نسوان الدار. يا مصرتي، وسبتهم يعملوها؟ انا قلت لهم ما تروحوش، لو اختكم عرفت هتطيل عشتكم. مفيش فايده، اتكتروا عليا هم وامهاتهم وراحوا. الله الله الله، سمع طمان؟ سمع فرج؟ واحنا طالعين من الكراكون عاملين زفه وقاعدين نغنوا ونرقص تحت مكتب شلبي، وقاعدين نكيدون ايطوه والمزغيت في بيته. نعمل ايه هاني دلوقتي؟ ما تقولي لي يا مرات ابويا منك ليها. هدي نفسك يا سوكا، هاني هنعرف نتصرف معاهم. العيب مش على البنات، العيب على الشحط اللي جرهم وراه لحد بيت شلبي. الو يالا سيد، انتوا فين يالا؟ انت واخواتك تكون هنا بعد نص ساعه. سمعنا يالا؟ مش عايزه نسمع حاجه. لما تيجوا نبقوا نكلمه.
صبركوا عليا. بلاش تتعاركي معاهم يا سكينه وانت غضبانه، استني للصبح. في حاجات ما تستناش يا ستي. انا برضو من رايي ستي. والزعل بالليل مش كويس عشانك يا اختي. واللي انت عايزه تقوله لهم الليله بيقوله لهم بكره. هننام ازاي ودمي فاير ودماغي بتغلي؟ مش هنقدر، مش هنطيق. لو عملتها هنطق الموت فرشاتي. بعد الشر عليك يا سكينه. سوكا عندها حق، وانا شخصيا مش هنسكت. ايوه ولعها يا اخويا ولعها، ما تطلقش جهاز، النار مش ناقصه. فرق اجري افتح لاخواتك وخدهم طلعهم عند عمك مغني. بتقول ايه يا مرات ابويا؟ اكيد مش هم سوكا ما لحقوش يوصلوا. اهلا يا بت، كنت فين اخويا؟ قاعد في مديريه الامن من الصبح، ومحدش فيكم كان اللي في خاطره يبلغني ان المشكله اتحلت. مساء الخير عليكم جميعا. سنور. طب كنت ادينا الو، ما تتعبش نفسك. انا قلت اطمن بنفسي، وبعدين سوكا بعت عايزاني من الصبح من قبل الخناقه. معلش ساعه عليا ونسيت. اتفضل يا استاذ فوق الجلوس. حد يعمل لنا شاي. الحكايه كلها هنا يا استاذ خالف. اقرا الورقتين دول وانت تفهم كل حاجه. خير ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حكايه ولا الحواديت. ايه ده؟ ده معناه ان لكم شريك في محل الزنقه وفي البيت ده. اقرا بس وكمل وانا هنفهمك على كل حاجه. بقى تسمع كلام يا سيد، بقى احنا ان ندخل على وش المدفع وانت تهرب. يعني مش بناها، يعني بس مش عايز نعمل فضيحه في البيت الليل. تعرفين اختكم، وانا مش مستعد نستحمل اللي بتعمله. سوكا هتقدر ان احنا عملنا كده من قلقنا عليه، وبعدين احنا ما عملناش عمله ولا ارتكبناش جريمه. تقدري تواجهيها وتقولي لها الكلام ده؟ خبر ايه يا بلاد؟ مالكم؟ مش انا طلعت وقلت لك يا عم الغني؟ قلت له انا ما تروش منهم، ما فعلتش حاجه. ادخلوا يا بنات، ادخلوا. ادخل يا عرب، ادخل. فين سوكا؟ اهلا وسهلا، ليلتكوا انس. احنا قلنا يا طمان. استنى يا اخويا منك له، انا اللي هنتكلم مع سوكا. هي فين؟ سوكا مشغوله جوه دلوقتي مع الاستاذ خلف، ودي فرصه نمنع بيها الانفجار. يلا داري على اوضتك. يلا انت يا اخي منك له. يلا يلا ادخل على سرب. يلا بكره الصبح لينا قاعده معاكم على الرايق. غلطتك من الاول يا انسه سكينه. لو كنت طوعتيني بعد وفاة المرحوم والدك وطلعت إعلام وراسة كنا عرفنا الحكاية دي من بدري وتصرفنا. ماني قلت لك أياميها يا أستاذ إن مفيش داعي لإعلام الوراثة، عشان أبويا كان كاتب لي نص البيت ونص الدكان. قلت لي لازم عمل كده عشان ضربت التركات. ما وقفتش قدام حكاية نص البيت دي، ولا حتى سألت نفسي إشمعنى النص؟ طب ما كان بعلك أنت وإخواتك كل حاجة. لكن قلت في عقل بالي يمكن عايز يميز سكينة عشان هي الكبيرة وهي اللي ماسكة الشغل. لكن دلوقتي الحكاية بانت، هو بعلك فعلا كل اللي يخصه، لأن النص التاني كان بايعه لابن عمه. المهم دلوقتي هنعمله إيه؟ أنا أقولك، الأول نتأكدوا إن المرحوم ما استردش اللي باعه، ودي سهلة. وبعدين؟ إذا اتأكدنا فعلا إن الدكتور جابر لا زال شريككم قانونا زي الورق ده ما بيقول، يبقى نتفاهموا معاه. ماني قلت لك قبل كده اننا حاولنا معاه وحضرنا له الفلوس ما رضاش يبيع. معلش معلش، كلامكم انتوا معاه غير كلامي انا. بكره هرجع للشهر العقاري والعوايد والضرايب العقاريه واتاكد، وبعدين هنزل له مصر. طبعا، ما هو لازم يعمل منها قضيه، ومؤكد مش هيرتاح له بال غير ما يوصلها للمحاكم. ايوه عليك يا جدع، امال انت عايزه يعمل ايه يعني؟ قول له يا فارج. ويروح لمصر ليه؟ ما هو الدكتور ده هيفتكر ان الموضوع قلقنا وشغلنا وهيضرب في العليه واكتر. علوي ايه وقطوي ايه؟ هو طلب فلوس؟ اذا كان مش عايز يبيع اصلا. انا قصدي انه هيتأنصل علينا ويلعبنا. في دي عندك حق. بس انا يعني متهيألي الاستاذ خلف هيرص عليه جامد ويفرقع له البالونه اللي جاي نفخها علينا دي. ايه يا مرات ابويا؟ ومطلعه له الفطار كمان؟ ما هو مش له لوحده، لاخواته كمان. اصل لا اصل ولا فصل عنك انت.
أنا هنصلحه له ونبديك الساعة. الله أكبر، بينا احنا نلحق شغلنا بقى. ها، السلام عليكم سوكا. الهداوة على الشراغيش يا سوكا. انت هتوصيني؟ استناكي وحدك بقى. مش قلت لك استني شويه لما تنزل؟ ميعاد نزولها فات. الله، والعيال جعانين. هما كانوا عملوا ايه بس؟ طب وطي صوتك لا تسمح له. بتاكلش ليه؟ الاكل مش عاجبك؟ الفول والبيض والفلافل مش على مزاجك؟ نبعتهم يجيبوا لك حاجه من السوق؟ وانتوا بطلتوا اكل ليه؟ نكونش سديت نفسك يا حرام؟ ملهوش لزوم التقطيم ده يا سوكا. احنا امبارح اتفاجئنا عليكي وكنا عايزين نعملوا اي حاجه، ما كناش نقدروا نسكتوا ولما قالوا لنا ان انت اترميتي في الكراكون، وخصوصا كمان لما قالوا ان هم هيعتقلوكي. السيد قال لنا تعالوا نروحوا بيت ولاد شلبي، هو يكلم فاروق صاحبه ويسلطوا على فؤاد اخوه واحنا نقعدوا نتكلموا مع ستات البيت. ما فكرناش، جرينا معاه. كان همنا نطلعوكي وخلاص. وبعدين احنا رحنا لهم بيتهم اللي في المزاريطه ما لقيناهمش، عرفنا انهم في العجمي رحنا له، وما كانش هناك غير فاروق شلبي واخوته البنات، فؤاد ما كانش هناك. وما لحقناش نفتح الموضوع، يا دوب سيد كلم فاروق وفاروق اتصل باخوه، عرفنا ان الموضوع اتحل وطلعتي من القسم. وانت مش عايز تقول حاجه بالمره؟ مهما نقول هتطلعي فيا زي العاده وتشتميني. انا اسكت ونسمع الكلمتين اللي عايزه تقوليهم وخلاص. انا مش هنقول لك غير كلمه واحده بس يا عربي، لا هنطلع فيك ولا هنشتمك، بس هننبه عليك من هنا ورايح مالكش دعوه باخواتك البنات. وقسما عظما لو عرفت انك جريت واحده منهم لسكه لن يخنقك بايديا دول. ليه؟ هما مش اخواتي زي ما هما اخواتك. لما تسترجل وتعرف ان اللي يجر اخواته البنات لشانيع عيله بايظه زي عيله شلبي يبقى خروف. انا مش خروف يا سوكا، وكفايه بقى لحد كده. ما حدش في البلد هيقول كفايه غير يعني بس يا ولا. خلاص يبقى استني كده تعملي في اللي يعجبك ونشوف. ولا سكه ولا صريعك هسيبها لك تشبعي بيها. على فين يا سيد؟ اوعي يا اما سيبيني اغول من البلد. تغول من البلد يا يالا، على ده بيتك وبيت ابوك ومحدش يقدر يطلعك منه. ما حدش طلعها على ابويا، وإذا كان أبوه موجود كان كسر رقبته. أنا محدش يقدر يكسر رقبتي، ومحدش هيتحكم فيا من يوم ورايح. سيد سيد هتقول إيه؟ الحق قبل ما يعمل في نفسه حاجة. اهدي يا ولية يا ولية اهدي، مش هيعمل في نفسه حاجة، غايته هيبرم له برمة كده ويرجع تاني. طبعا يا أختي، ما هو مش ابنك وحاضن عليك، لا تلاقيه هو ولا أخته ولا أمه. عيب يا مدينة ما تغلطيش. نعم يا عيب يا حبيبتي. هتقول ابني؟ انا عايز ابني دلوقتي حالا. ابنك مش هتخطفه العفاريته مرات ابويا، هيلف لفته ويرجع. وبعدين معاك يا بنت جوزي، عايزه تعملي ايه في الجدع اكتر من كده؟ شايله سيد على راسك وزعلان؟ ماله سيد؟ ايه الجنايه اللي ارتكبها؟ سيد اخويا ام سيد، واحد من السبعه اللي فاتهم لابويا امانه في رقبتي ما فرطتش فيها. وهنقول لك بنعمل كده ليه؟ عشان حامله هامه وعايزاه يبقى راجل. ولو اني زي ما بتعبعبي بالظن الخايب اللي في دماغك بيعورب يا توبته، كنت سبته يفسد ويتصرمح ورميت مسؤوليته عن كتافي. ما تزعليش مني يا اختي، اني بس ما نقصدش، اني قلبي وكني عليه. واني قلبي وكني عليه اكتر منك، ولو عايزه مصلحته صحيح سيبيني مني له. سايباه يا اختي، سايباه وامر لله. يا اختي على كهن النسوان. خلاص بقى يا ماما، ما هياش ناقصه. روحي شوفي وراكي ايه. طب هنشوفه. الكلمه اللي قلتها له تقيله برضو يا سوكا. سيد لسه صغير بس حاسس انه راجل، وعاوز الكل يعاملوه على انه راجل. عشان كده لما تقولي له انت خروف تبقي بتهنيه وبتكسري نفسه ويحقله يزعل. جاته كسر حقه. اشمعنى هو؟ ما اخواته اللي اكبر منه ياما سمعوا كلامه وتسبهوا، واديك شايفهم اهو رجاله مالوا هدومهم. كل واحد وله طبع يا سوكا. ايوه، وغير كده كمان كانوا كبار وشالوا مسؤوليه معاكي من صغرهم. الله، لك
لكن سيد ابتدى يكبر بعد الاحوال ما اتصلحت والاشياء بقت معدن، يعني الشارع ما قرصوش زي اخواته، يعني ما يستحملش اللي يستحملوا هم. يسلم لسانك يا معلم. قول لها كمان، قول لها كمان، هو في حد النهارده يستحمل كلمه زي اللي انت قلتيها دي؟ انت ايش عرفك انت؟ انت لا ربيتي اخوات ولا شلتي مسؤوليه حد. ليه؟ ما عنديش بنت بربيها، وبكره ربنا يشفيها وياخد بيدها وتشوفيها عروسه وتعرفي انني ربيت وشلت مسؤوليه. مرحوم جوزك ساب لك تجاره تسترك وتستر بنتك. انا ابويا ساب لي ديون وساب لي فوقيهم سبع ارواح، لو كنت مطرحي كان زمانك بتشحتي بيهم على البيبان. الله يسامحك يا زوجة، انا برضو مقدره اللي انت فيه. الله يعين كل منهم اللي بينا. ليه كده بس؟ زوبة بنت غلبانة. غلبانة ولا حاجة، هي اللي بتساوق قدامك. قدامني ليه؟ فيك ما انتش واخد بالك، ولا يمكن انا اللي بيتهيألي. بيتهيألك ايه بس يا سوكا؟ ما تتكلمي دغري. بقى ما انتش عارف ورائمها وعارف انها بترسم عليك. بترسم علي يعني؟ حرام عليك. ايه مالك يا سكينة؟ انت دايرة النهاردة بتلوشي في العالم كده ليه؟ أنا اللي دايرة نلوش في العالم عرفان؟ على عموم طشت. استني بس يا بنت الناس، أنا ما نقصدش. قصدك إيه خاصك يا ابن الحاج كامل؟ عايز إيه أنت كمان؟ عايز إيه؟ أنت اللي تسيتي فيا يا ست سكينة. عايز إيه؟ أنا جاي نديك التمام، الفرشين وصلوا زي الأول واقية، تيجي تشوفي؟ مش عايزة نشوف حاجة. ولا حن. أعمين أعمين. اجري على خالي مغني وعلى الراي شطار، قول لهم يبرموا اسكندريه كلها على ولا العرب اخوه، واذا حد منهم عرف مطرحه يجي يقول. ماشي. اسمع. نعم. ما حدش يفتحه في كلام، فاهم؟ فاهم فاهم. بنت انا ريمان. نعم يا بنتي. شوفي لي حساب زوبه في الدفتر. حاضر. الجراره بتاعتها لغايه اول تسعه 650 جنيه، ما دفعتش حاجه من شهر 5، وانت منبهه عليا ان انا ما طالبهاش. ده معنيته انها لسه بتدفع دين ولاد شلبي. دي كانت لسه امبارح في المستشفى قابلتي بنتها، انت حتى بتقولي انها بتدفع في كل جلسه 200 جنيه. خلاص قفلي حسابها في الدفتر واشطبي صفحته، ونقلي الدين بتاعها على حسابي في الدفتر الازرق. طب ولما تطلب بضاعه تانيه؟ اديها اللي هي عايزاه، اللي ماشي في فلوس. ربنا يخليك ويخلف عليك يا قبلتي. صباح الخير. صباح الفل. قوم يا فندم. انت المادموزيل سوكا؟ ايوه. اي خدمه؟ عندكم خيط كنافه؟ كنافه؟ ايوه. عايز كام شال لو الوان ايه؟ انا عايز كميه. كام يعني؟ يعني مثلا نقول 10 شلات من كل لون. 10 شلات من كل لون؟ طب مش احسن تجيب المفرش ونطلعه لك الوانه؟ صح، جيب المفرش. انتوا فاتحين لغايه امتى؟ 10 بالليل. 10 بالليل كويس. طيب يبقى انا اروح اجيب المفرش وعد عليكوا اخر النهار. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. على كل حال شكرا. عفوا. في ايه يا فندم؟ انت عايز حد يطلعك من الزنقه؟ لا لا ابدا، انا اعرف اطلع لوحدي.
ازاي؟ ماله الجدع ده يا بنتي؟ انا عارفه ده باين ولا هيشتري ولا عايز حاجه من قصر. ده جاي بيسال عليك وكان بيبحلق فيكي قوي. شغل الشراغيش ده مش على اهلك يا سكينه. ده طالب 70,000 جنيه يا ستي. واللي له يساوي ولا ما يساويش؟ ما بقاش يساوي الا بشغلنا وعرقنا. وانا مش هنبيع عرقي وعرق اخواتي لواحد كل اللي عمله انه سلف هوايا قرشين زمان. القرشين دول هما اللي ليه ومش هياخد غيرهم. ادفعي له 70,000 يا مازال سكينه. انت بتقول ايه يا استاذ؟ ندفع له 70 يعني ايه؟ صدقيني دي فرصه. وانا وانت عارفين ان نصيبه قد كده مرتين على الاقل. مش لو طاله؟ لو طاله يعني ايه؟ انت ناسيه ان معناش اي مستند يثبت ان احنا حاسبناه على الارباح السنين اللي فاتت. واي خبير هيقدر ارباحات المحل واي محكمه هتحكم له بمبلغ اكبر كتير من المبلغ ده. خليه يروح المحكمه. اصل انت مش فاهمه انت اللي مش فاهمنا يا استاذ. اصل عدم المؤاخذه اللي زي الدكتور ده ملوش مراره على المحاكم. جيت نطط علينا وقال مش هنبيع. بعد يومين بعت لنا ابنه وقال اشتروا. يبقى معناتها ايه؟ هيكون معناها ايه يعني؟ غير رايه. لو انت الصادق مزنوق عايز فلوس والزبون المزنوق لقطة، هيجي بعد يومين يقول خلوهم 50 وبعدين 40 وبعدين هيحفى ورانا عشان ندوله 15. هو تفكير تجاري 10 على 10. بس انت ناسية حاجة مهمة جدا. ايه هي؟ جايز الدكتور جابر يكون مزنوق وملوش تقل عن المحاكم صحيح، بس في سكة تانية غير سكة المحكمة. سكة اعدائك يا ممازال. اعدائي؟ ايوه. يعني تخيلي انه هيروح لفؤاد شلبي ويعرض عليه نص دكان سوكة ونص بيتها عشان يفقع مرارتها ويمرر عيشتها. تفتكري ان فؤاد شلبي هيتردد عن انه يبوسه من هنا ومن هنا ويدفع له بدل 70 100 و150؟ معقوله يفكر في السكة دي؟ مش هيفكر في غيرها. ايوه بس ده عايش في مصر وما يعرفش حاجة عن اللي بيني وبين فؤاد شلبي. دلوقتي لكن لما ابنه يرجع له بردك هيفكر في الطريق الطبيعي. هيدور على مشتري بدالك، هيسأل ويتقص ويعرف. ايوه دي تبقى نصيبة. طب والعامل؟ لازم نسد عليه السكادي. تجري فورا تشتري منه، ترمي له 70,000 اللي عايزهم. ندفع له 70,000 جنيه ازاي؟ نطلعهم ازاي من تجارتي وتجارت اخواتي؟ تقدر يا انسه سكينه، تجارتكم والحمد لله من غير نق ولا حسد ما تتاثرش بمبلغ زي ده. انا كنت موظف نفسي انزل له مصر زي ما اتفقنا. ايه رايك؟ يعني ما نقدرش نطلع ولا نص المبلغ ده من البوتيك يا سوكا. وانا محتاج لكل جنيه عشان اكبر شغلي في المينا، وكنت لسه هطلب منك قرشين. صلاه النبي احسن. وانا بقى اللي عندي الفلوس اكوان في دكانه الزنقه. اسمعوا انتوا الاثنين، الفلوس تجهز قبل الظهر عشان نديها للمحامي ينزل بيها مصر النهارده بالذات. ما ينفعش يا سوكا، انا عندي كمبيالات لازم تدفع غير فلوس العيال بتوع بورسعيد. انا بقول مش لازم خلف ينزل بالفلوس، يروح له فاضي ويقلبه. مش شكل ده هنطمعه. أنا مش بالع الموضوع ده من أساسه. أنا رأيي نطنشوه وما نسألوش فيه. وإذا حب يعمل حاجة ولا يبيع لحد غيرنا نبقى نستغلوه في الأزرق. وإحنا مش شافية، إحنا برضه شراغيش يا سوكا. أنا رأيي كده كمان. قال إحنا من إمتى بنقبله حد يجور علينا ولا يعض فينا؟ سيبك من خلف المحامي. ده أرزقي ويمكن يكون عايز يسمسر والله أعلم. وممكن يكون متفق مع الدكتور من بره بره وبيلعبه. يا جدع حرام عليك. خلف ده المحامي بتاعنا من 15 سنة وحافظينه وبقى زي واحد من العيلة. برضه بلاش نستعجله يا سوكا. أنا من رأيي خلف ينزله يقلبه ويعصره ويجيب آخر ما عنده وبعدين نشوف. راجل مش سهل أبدا، ورقم وحاوط وفاهم كل حاجة. إيه ده بقى؟ حطك تحت باطه ووكلك الأوانطة؟ أوانطة إيه بس بعد اللي حكيته لكم؟ اللي حكيته لنا مخوفك لوحدك يا متر. عايز يخش المحاكم اهلا وسهلا، ندخلوه ونلففوه وندوخوه وفي الاخر يبقى يعمل اللي يقدر عليه. هو ده الكلام. يعني رايي نستنوا عليه شويه ونتقالوا عليه واللي في قلعه ينفضوا. انا مش مع الراي ده يا انسه سكينه، مع ان من مصلحتي كمحامي ان يكون في قضايا ومحاكم،
لكن في بيني وبينكم عشرة وعيش وملح، وواجبي يحتم عليا اني اعرفكم الحقيقة وابقى امين على مصالحكم. ارمونه 70,000 واخلصوا منه. لو يستحقهم نرمهم له فوقهم زيادة، لكن لا، اذا كان بيقول ان فلوسه دارت في راس المال وكسبت نص اللي معانا، فالفلوس دي ما دارتش لوحديها، بتعبنا وشقانا وجرينا في الشوارع وايام اللقطة اللي شفناها والليالي السودة اللي بيتنا فيها من غير عاشة، سددنا الديون وكبرنا راس المال وقفنا على رجلينا وسدنا في السوق. كان هو فين ده كله؟ جاي دلوقتي ياخد كل حاجة عالجاهز؟ ها؟ ما ترد. ارد انا؟ ما انا عارف كل اللي قلتيه، انت فاهمة ان انا بدافع عنه؟ انا عايز اوفر عليكم مناكفة ووجع دماغ. واحنا قد المناكفة يا استاذ، واللي يوجع دماغنا نكسرونه دماغه. ايوه كان غيره اشطر. اسر الكلام، هتعملوا ايه معاه؟ زي ما قال طمان، مش هندفعوا له ولا مليم، حتى لو قبل ال 45,000، لا ولا حتى ال 15 اللي له في ذمتنا، ال 10,000 جنيه اللي خدهم منا ابويا، عايز ياخدهم اهلا وسهلا، يجي يمضي ويقبض. عندك؟ بيعمل ايه عندك؟ بقول لك طب عليا فجأة، انا كنت باكل لقمه الغدا في المكتب، اصل الوكيل مش موجود والفراش كمان، استاذنت منه شويه وقلت اجي اندهلك بنفسي. طب ما جاليش ليه يعني زي المره اللي فاتت؟ عايز يخلص، انا اروح للمحامي بتاعهم على طول. ده باين عليه مزنوق قوي يا استاذ. واضح. ما كلمتوش في فلوس؟ لا، انا قلت له اجيب صاحبه الشقه. طب يلا بينا. يلا نريمان. نعم. انا رايحه مشوار مع الاستاذ وراجعي، لو جه فرق خليه استناني. ماشي. خير يا نريمان؟ سوكا طالع بتجري ورا المحامي، وراحوا على فين؟ ما سمعتش حاجه يا استاذون. يا ساتر عليك يا بنت، بلاش لق، انا عايزه اطمن عليها. ما سمعتش حاجه يا استاذون. ايوه انت عامله زي البومه كده. بالحق طلعي الدفتر وشوفي معايا حسابي. حسابك انتقل من دفتر المحل لدفتر قبلتي سوكا، وهي قالت انه بينها وبيني. معقول؟ زوبة. ايوه يا معلم. ايه مالك؟ بنت نريمان قالت لك حاجه زعلتك؟ اللي قالتهولي خلاني مكسوفه من نفسي خالص. ليه؟ تصدق ان سوكا لغت مديونياتي ونقلتها لحساب تاني بره حساب المحل؟ ما هياش غريبه عليها، ما انت معشراها وعارفه انها جدعه وصاحبه مروه. امال ليه يا معلم؟ بحس انها ايه؟ يعني زي ما تكون مش طايقاني، ما بتحبنيش. تبقي غلطانه، سوكا بتحبك. انا خايفه لتكون حكايتي القديمه مع اخوها طاهر مش شايلاها مني. لا، حدوته طاهر دي خلصت من زمان، كانت فاكراك يعني بترسمي عليه وبتشغليه، وهو هج ومشى وناست كل حاجه. الا تفتكر يا معلم ان طاهر مش هيرجع تاني؟ مين طاهر؟ مهما لف هيلف لفته ويرجع تاني. يا ريت. الله، ايه يا بنت زوبة؟ الله، انت لسه بتفكري فيه؟ يا بنت ده انت اتجوزتي في نفس الشهر اللي مشى فيه. يو يا معلم، اني قصدي يرجع لاخواته. هو مين ده زوبة؟ ايوه فجعتني يا جدع، وانت طالع زي العفريت كده. انت اللي سرحانه في دنيا تانية ومش حاسه باللي حواليك. طب يلا اخويا اسحب منك ليها، خلوني نشوف شغله. على فكره يا زوبة، الولد اللول ده راجل وجدع. واني مالي وايه المناسبه يا زوبة؟ مش مال عينك ولا ايه؟ بأسمع بقى لما اقول لك، انا مش عايزه خيله كدبه ووجع دماغ، ومش عايزه حد يجيب سيرتي ويتكلم عليا. انا مفيش في دماغي غير بنتي وبس. ارتاح بقى وريحني. ماشي يا زوبة، هنريحك. امال فين سوكا نريمان؟ خلف المحامي جالها ومشيت معاه. زي المحامي بتاعك مال يا بنتي، 45. ايوه بس عدم المؤاخذه المحامي بتاعي قال كلام من دماغه. يعني ايه؟ يعني انا مش مسؤوله غير عن الكلام اللي بيطلع من لساني. اللي هو كاب يعني؟ اللي انت دفعته لابوي
10,000 جنيه وموجودين وتحت امر. بس انت يا بنتي قلتي قبل كده 15 وحطيتيهم قدامي فعلا، وانت استشويتهم وما رضيتش تاخدهم. فكرنا اني واخواتي لقينا ان اللي ليك في ذمتنا 10,000 جنيه، ندوك 15 ليه؟ بنسرقه؟ بالشكل ده هتبقوا بتسرقوا فعلا. ماشي، مقبوله منك. ما انت قد المرحوم والدي تتعدى عمي. لو المرحوم والدك حاضر الموقف ده هو اللي كان هيرد عليكي ويقول لك عيب يا سكينه، في فرق بين الشطاره والسرقه. لو سمحتولي، لو سمحتولي بكلمه، كل شيء بيتم بالتراضي وطيب النفس. المبلغ اللي انت عرضاه يا أنسة سكينة شوية أنا حقول كلمة العدل. إيه رأيك يا دكتور تاخد 15 ولا 25 ولا 30؟ كان لازم أفهم إنكم حاسبينها سوق وتجارة. ليقبل أقل يبقى محتاج، والمحتاج تحصره لحد ما يرضى يبيع هدومه. بس أنا مش هبيع عليك يا بنت مسعد، ولو عرضت قد اللي بتعرضيه 10 مرات فرصتك راحت خلاص. بعد ما جيت لك برجل التاني مره وقعدت تلعبي براجل كبير زيي وتشتغليه شغل الزنقه وبهلوانه السوق، نصيحتي ليكي تقعدي مع المحامي بتاعك وتوضبه كشف حساب بكل ما ليه ما استحقه عن تجاره شاركت فيها طول 15 سنه. بالمناسبه دفعت ضرايب عن السنين اللي فاتت دي؟ لو انه مش جديد عليك طول عمرك جدع واجدع من 100 راجل. يا سلام، احلى كلام تقوله ست لست زيها. بس انت وهي، انا ما عملتش حاجه غير الواجب. زوبة دي اختي مش كده بنت؟ ربنا يخليها. ايه ده؟ ايه اللي جابه ده؟ ما كان بطل من زمان يهوب ناحيه الزنقه. ومين ده؟ هو جاي يدقلك زي دكر البطن، لا يكون جايلك يا سوكا. وهيجي لي يعمل لي ايه يا بنت؟ يمكن عاوز يخلص طار صبيانه. عموما احنا نعمله حسابنا. ادخلي انت دكانتك يا سوكا، وانت يا زوبة يلا. ادخلوا انتوا دكاكينكم، انا ما بنخافش ولا بنهربش. مساء الخير يا شرغوشه. مساء الخير يا فوقش. ما تيجي نسوك الشاي؟ هنشربوه شربات لما نبقوا شركة. ملهاش غير معنى واحد، دكتور جابر عرض عليه بيع له نصيب. طب كان خلاها في سره لغايه البيعه ما تتم، مش يجي يتباهى بيها ويغيظك. ما هو خايف من الشفعه وعايز يعرف انا هنعمل ايه. طب انا بنقول لك يا سكينه، ما تاخديها من قصرها وتقعدي مع قريبك ده، وده مهما قريبي يعني ياكل حقي. ما تحوديش عن الحق يا سكينه. الله، الراجل طالب حقه. يعني انا اللي هناكل حقه عرفان؟ عموما توشك سلام. الله، ما تستهني بس. الله، ايه مالك انت يا وهمك كده تشمطي في النار زي السبرتو؟ انا يا سكينه بنقول لك اللي في ضميري، وانت دايما كنت بتقولي لي اللي في ضميرك عرفان هو اللي في ضميري. انا كده مش هنتغير. ساعات ما بنطقش الدبش اللي بتحدفه. اذا كانت كلمه الحق دبشه انا هنفضل نحدفها حتى لو زعلتي. بس دي بقى مش كلمه حق، لأنني حكي لك الموضوع من طقطق لسلامه عليك، وقايله لك ان بنعتبر فلوس الراجل ده مجرد دين وبس. واذا كان هو بيعتبرها نصيب في شركه زي ما اتفق مع المرحوم ابوكي ومعاه اوراق بكده، هي الشركه فلوس ورسماله وبس. الشركه تعب وشقه ومسؤوليه بتتشال، وهو لا تعب ولا شقه ولا شال معانا مسؤوليه. يا سلام، ايه يعني كنت عاوزه استاذ في الجامعه يجي يسرح معاك انت وبقيه الشراغيش في الشوارع، ولا يطلع بصندوق على البلاش يبيع في رزقه؟ إن جيت الحياة بقى طب ليه لا؟ لا، أه ده بقى الكلام اللي ما يجيبش تمن. عندكم ترتر وخارج النجف؟ شوف الزبون يا عويضة. طلباتك عمالة لف. أنا قصدي يعني يا سكينة تقعدي مع قريبك ده وتدفع. قعدنا وقلنا كل اللي ممكن يتقال، وكفاية بقى عرفان عشان ما نتعاركش معاك. ها؟ عايز أنت كمان. الحاج فؤاد بيقول لك تتفضلي تشربي القهوة معاه. ما بنشربش قهاوي معلم. ولا نقول لك نروح نشوفه عايز ايه؟ لا
المزمدير سوكا يا حاج. اهلا وسهلا، تتفضل. اهلا اهلا. القهوه قويه مع عجمك. مش عايزه قهوه. الله، طب نجيبه شاي ولا ازوزه؟ نجيب شاي ولا حاجه؟ طب براءه. خير يا فؤاد افندي؟ خير وكل خير. اصل شفناكي كده اتخذت لما رمينا لك الكلمتين واحنا داخلين الزنقه. ما هنتاخد من ايه؟ انا عارفه ان الدكتور جابر عرض عليك تشتري نصيبه في البيت والدكان. ايوه على دماغك يا فوش، انا قلت لازم ضروري يكون الراجل ده عدى عليك واتفق معاك قبل ما يجيلي. الراجل ما اتفقش معايا على حاجه. يعني انت موافق يبيع لغيرك؟ تلاقيه ضرب في العالي وطلب منك مبلغ مش على قد مقدرتك. انا نقدر ندفع له قد اللي طالبه 10 مرات بس اما يكون حق. وبعدين بلاش نلف حوالين بعضينا يا معلم، نجيبه من الاخر. لا الدكتور يقدر يبيع لك ولا انت تقدر تشتري منه. ليه بس يا بنت عمك؟ انا مش بنت عمك. وليه دي تسال فيها المحامي بتاعك؟ هيقول لك ان في حاجه اسمها شفعه. عارفها تصدقي؟ بس احنا قلنا للراجل هنفكر في الموضوع. ايه رايك؟ عجايب. رايي في ايه؟ سيبك بقى من حدوته الشفعه دي بقى، خليني نشتري من الراجل. احنا عايزين نبقى شركة. انا عايز اشاركك بصراحه شرغوشه. بامره ايه؟ بامره ما احنا بنستجدعوك يا شرغوشه. انا عارفك انك انت بت بميت راجل. كفايه وقفتك في السوق وسط الغلان والديابه بتوع السوق اللي مكوشين عليه وعاملين لهم منظر. انت كمان عامله لك منظر في وسطيهم ومكبره تجارتك انت واخواتك. كلام زي العسل. بس انا بقى اتعودت قبل ما ناكل العسل نبص ايه اللي واقع فيه. ده عسل ابيض يا بنت، ابيض ورايق بلون الشمع يا سوكا. بس في نحله مستخبيه. هتقولي نحله بقى هتزعلني منها؟ نحلتي يا سوكا. لاني محتاجه لك ولا انت محتاجي، هنشاركوا بعضينا ليه؟ عشان ما نخبطش في بعض يا سوكا. انا ما بنخبطش غير في اللي بيدوس على رجلي. وانت مش مكفيك شركاتك؟ ايش استيراد وتصدير وشركه ملاحه ويجي 15 سوبر ماركت؟ لا احنا هنقع بقى كل ده وما انتش عايز حد يكبر جنبك. اديك انت قلتيها بلسانك، هو كده تمام. وانا عايز نفهمك الكلام ده من الصبح. يكبر جنبي انا اللي يكبر جنبي يا سوكا، يكبر بمزاجي برضايه في حمايه. يعني نجرف في ديلك وناخده اللي يقع منك؟ ما كنتش قلتلك نشاركوكي؟ ومش بس تشاركوكي، انا عايزك انت كمان تشاركيني يا سوكا. وايه الفرق؟ تفرق كتير يا حبيبي. انا لما هنشاركك هيكون ليا ايه بقى؟ تعالي نحسبها كده، نص دكان في الزنقه ونص بيت قديم مهكع لو نفخته يقع. يجوا ايه دول في اللي عندي انا يا سوكا؟ ما يجوش هالشاي. انما لما انت هتشاركيني هتاخدي نص اللي عندي يا سوكا، وانا عندي كتير. وهتديني بقى نص اللي عندك قصاد ايه؟ احنا هنقبوا شركة يا سوكا، هتكوني شريكتي، شريكة حياتي. هتشاركيني في نص اللي عندي زي اي ست ما بتشارك جوزها. لا حلوة دي. ايه وقعت في غرامي فجأة؟ لا مش فجأة، من زمان ومن ايام الله يرحم ابوكي ولا مفكروكي. نشوفوا اللي ورانا احسن. ماشي، فكري على مهلك وتبقي تدي رد لاخوكي سيد. أربعين إيه يا بنتي؟ أنت مش عندك أسعار بتبيعي بيها؟ هو أنا زبونة يا سوكا؟ ده أنا أم خالد اللي ساكنة وراكوا في سوق الطباخين، وكان الحاج موسى صاحب المرحوم أبويا وحبيبه الروح بالروح. أهلا وسهلا. أختي نعمت فرحها بكرة وجاية أخد لها التاج ده أحطه على الطرحة عقبال ليلتك. مبروك.
اديها التاج يا نريمان، هناخده منك 10 جنيه حق ايجاره ترجعيه بعد الفرح. اميره وبنت امير صحيح، الهي يعدلها لك ويرزقك بابن الحلال يا رب اللي يهديك ويهدي سرك. خلاص خلاص يا ستي بقى خلاص. تاج اهو يا ستي، وادي ال 10 جنيه. ايه يعني ما فوتيش بعد ما رجعت من عند شلبي؟ ايه الاخبار؟ ما ينفعش نتكلمه هنا. طيب اني بعد ما نقفل الدكان هنفوت شويه على طمان، ولا ما عندكوش شاي؟ انت اللي جايبه الشاي يا خالتي، امال فين فوت؟ فوتنا مع امها بره من المغربيه، السيد عمل لهم تليفون وراحوا يقابلوه. طبعا ملوش وش خط البيت، بس اما نشوفه. قلبك ابيض يا سوك، يا الله العربي ده دلوعتك. اصله زودها قوي يا ابني. سوك عندها حق، الولا ده لازم يتفرمل والا هيخسر. خالتي فرنسا، الو مية مسا. ايه طيب. مرحبا عرفان. مرحب بيك. اخبارك يا اخويا؟ اخباري انتوا عارفينها. المهم انتوا اخباركوا ايه؟ لا عملت ايه مع فؤاد شلبي يا سوكا؟ زي ما قلت لك، دكتور راح له وطلب منه يشتري. الله، وايه اللي عرف الدكتور سكه ولاد شلبي؟ المحروس اخويا سيد شرغوش. ايوه معقوله؟ مش سامعني بنستحلف له؟ استنوا بس، واني عامل بينكوا زي الاطرش في الزفه. انت شفتي فؤاد شلبي امتى يا سوكا؟ النهارده المغربيه جا الزنقه وعزمني على فنجان قهوه. وما تقوليليش برضه؟ واني شفتك فين يا طمان؟ ما انت لسه داخل مع عرفان. وقال لك ايه؟ سيبك من اللي قالهولي، المهم الختام. فؤاد شلبي طالب القرب. ايه؟ طالب القرب من مين؟ مني. ايه رايكم؟ مش مفاجاه دي؟ اعمل ايه انا دلوقتي لو سالت عليهم هم كمان؟ ما قلت لك يا فرنسا ما تخليهمش يروحوا، ما خلصكيش. ما قالوا لحوم فرج، بس نبه عليهم ما يتاخروش عن الساعه 8. الساعه دلوقتي بقت 10:30. زمانهم جايين، ما تقلقي. بتقعي فرنسا، تعالي تعالي ارضمي لي الابره عشان نظري خسع. ادي الفتله وادي الابره، وامسكي. ادي يا اختي، ادي بركه. بركه الحمد لله، بركه اللي اتلخبطت مع طمام وعرفان. إلهي القعدة بتاعتهم تطول لحد البنات ما يرجعوا. وهو اللي يتقدم للناس يكلم الحريم قبل الرجالة؟ لا حريم ولا رجالة، مش دي العقدة. ايوه بس ردك عليه، سايب المسألة مفكوكة برضه. كان لازم تديله كلمتين يفوقوه. مش لما نفكر الأول اللي عارفاه؟ تفكري في إيه يا سوكا؟ قال له تفكر في إيه؟ واحد يتقدم لها، مش أصول برضه تفكر قبل ما ترد عليه؟ التفكير ده لما يكون فيها او لا، لكن المسألة دي ما فيهاش الا لا ولا بالثلث. ليه عارفاه؟ واني مش وشي جواز ولا ما نتعدش بنت من البنات؟ يعني ما قلتش كده، يعني ما نقصدش يعني. عموما المسائل دي عقلية، ما تشغليش راس عرفان بيها. على رأيك، خلينا في حكاية الدكتور. طيب استأذن. ليه؟ احنا مش هنتعشوا سوا؟ كلها شويه وخالتي وجيده وفوتنا يرجع. لا معلش، اصل امي ما بتتعشاش الا معايا. تصبحوا على خير. استنى يا غدا، هنوصل معاك للشارع. حرام عليك يا بت. والله عالي يا سيد، خلاص ريالتك نشفت وبقيت تقول عايز حقي.
ضحكين عليه يا اختي، هو كلين عقله. ما تسأليش فيها سوك، سيبي لغايه الفلوس اللي معاه ما تخلص ويجيلك مدلي ودان. ريحي دماغك انت من الولد ده، انا هنتصرف معاه ومع اللي هرشين مخه. يا ريت تبقى بينت كرامه، هتنام وتقوم الصبح ناسي كل اللي قلته. طب بس تعالي كلي لقمه، تعالى مرات ابويا، تعالى بيت افوتنا. يلا اتفضل. بيضه اهو. ماشي بيض وبطاطس وكل حاجه. ايه ده؟ امال فين بقيت اخواتي؟ فرج لسه ما رجعش والبتين نايمين. النوم ايه بقى السعادة؟ قوم يا بنت فوتنا صحيهم ياكلوا معانا يلا. ايوه صحيح، روح يا فوتنا ناديه. بقول ايه يا اختي؟ سيبيهم، هما قالوا 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 يعني ان هما هيفضلوا نايمين كده لحد ميعاد الكليه الصبح. يا سلام، من امتى؟ دول اخر حد بينام واول حد بيصحى. الحكايه مرات ابويا. حكايه ايه اختي؟ اروح اعمل لي فيشاه. شوشو اللوزه فين؟ ها؟ ما انا قلت لك مش نايمين ومش في البيت خالص، مش كده؟ ادخلي يا اختي انت وهي، ادخلي يلا. توبة ان كنت اسمع كلام بنات تاني، يبقى دي افرحته ودوها لي. فرح ما فيهوش رز ورمضان ما يبقاش فرح ابدا. هو يعني لازم الرقع والخط عشان يبقى فرح؟ سيبك انت، ده ذوقه فسد. مساء الخير. خالت فرنسا، ازاي حضرتك؟ اسمعي، انا ما يهمنيش اعرف انت كنت فين، لكن لازم تفهمي حاجه، انا ما نحبش ادخل في حاجه ما اعرفهاش. ها، وتاني مره بقى. شش. لا تاني ولا تالت. تحب ابوس راسك؟ افعي كده. ايه يا بنات، ايه صوتكم واصل لبره؟ ايه الحكايه؟ انت كنت فين؟ ما انت عارفه يا ماما واني قايلان. حلو قوي، يعني حضرتك كمان عارفه، انا بقى لوحدي اللي حماره. هوش هوش صوتك، وقت صوتك. كفايه كفايه اللي سمعتوني الست سوكه من تحت راسكم، فضلت تدور فيا لحد ما شبعتني. ده مزاج يا شربوش. ايوه اكلتها بكيفي. يعني انا كذابه سوكه؟ كذاب وستين كذاب كمان. الله يسامحك. ولا انا مش قايلك استنى عشان نتفرجوا على الفيلم سوا؟ استنى يا اخي. ايوه عليك يا فندام، حته عيل. لا تعالى سوكه اتفرجي، او ده بقى اللي هيغطي على شارزنجر وستالوني. تعالي. حاضر. الله، فيها سوكه عشان تسمعني، عشان تقعدوا انتوا الاثنين وتفتحوا لي مخاخكم. ايوه عايزه مننا يا سوكه؟ عايزه احطكم انتوا الجزء قدامي واتملى بجمالكم. عايزه العب معاكم دور كوتشينه ولا طاوله؟ عمال اكلمهم في حكايه اخواته والبنات ورجوعهم في انصاص الليالي، وده ملهيلي في الهباب الفيديو. ايوه يا سوكه، ما احنا قلنا لك اخوهم هو اللي اخرهم في الفرح، هنعمل لهم مشكله ليه تاني؟ قول لها مش مصدقانا. طمان يا سوكه، ريحي دماغك، اخواتك مش قطط مغمضه يتخاف عليها، دول متربيين في السوق وبرمين على الشوارع والبلاجات، ولغايه ما دخلوا الجامعه كانوا جايبين اسكندريه من الانفوشي لابو قير. اتغيروا طمان، الدنيا اتغيرت حواليهم، الجو قلب وكل واحده مالت مع الريح وعايزه تنفض ريشها وتغير عشاها. سيبيهم، هيحصل لهم ايه يعني يا سوكه؟ ولا لازم يعني يفضلوا في المنشيه وينوفوا على العيال بتوع الزنقه عشان تبقي مرتاحه؟ قول لها طمان، افرض ان البنت من دول نشنت على جوازه طريه ولا عريس ابن ناس متفنطين، مش احسن من ركنتهم جنبنا لغايه ما يقع في الاصناف السكه اللي معششه حوالينا؟ الاصناف اللي زيك وزي اخوك، مش كده؟ سكتوا ليه؟ يا خساره. فينك يا طاهر؟ هو لو طاهر كان معانا كان هيبقى له راي تاني، اذا كان هو ذات نفسه ما طقش ونفض ريشه وطار من زمان. طاهر ما هجش عشان مستعر من ناس ولا من كار وكار ابوه، ولا كان يقايد بالبيت ده والحي ده اي مطرح تاني في الدنيا. طاهر خد في وشه عشان كان بيدور على لقمه عيش عزت عليه هنا. وسابك لوحدك. عشان كان عارفني. كان عارف نفسه اكتر. ولا كلمه زياده عن اخوك. اهو انت كده يا سوكه، تزوري دايما في كلمه الحق. انا بنزور في كلمه الحق طمان؟ ما يقصدش، انت عارفه انه بيغير من سيره طاهر. حد يغير من اخوه؟ شقيقه؟ طمان بيحبك قوي يا سوكه، وبيعتبر انه احق من طاهر بحبك ده، لانه فضل معاكي وشال معاكي الحمل، وانت دايما تسمعيه انه مش قد اخوه، وان لو طاهر كان هنا كان هيبقى ويبقى، وده بصراحه بقى ان جيت للحق ظلم. اصلك ما تعرفش طاهر،
ما توعاش عليه. طاهر حبيب اختك يا ضنايا. سابك ليه لوحدك يا سوكا وطفش؟ طاهر ما سابنيش وطفش يا فارق. طاهر استطول الطريق عليا. كانت الظروف صعبة وكل ابواب متقفلة. قال لي لازم نريحك يا سكينة. هنركب البحر وننزل في أي مينا عند الخواجات. الشغل هناك كتير وعلى قد الواحد ما بيشتغل بيلاقي. سنتين ونرجع بخميرة ندخلوا بيها على غلان الزنقة. بس تا أمورنا ونسددوا ديوننا. والسنتين بقى 14. سنة ونص اتقطعت أخباره. واللي يعرف طاهر زمان نعرفه يتيقن انه مش بخطره. غصب عنه الشديد القوي فرق. هيكون ايه يا سوكا؟ ما نقدرش نقولها. ما نقدرش. بليك يا سوكا. انت ايه اللي مصحيك لغايه دلوقتي يا بنت؟ مش عندك كليه بكره؟ اول محاضره الساعه 10 وفرج وزعني من اوضه اخواتي وقال لي روحي اقعدي مع اختك شويه ما تسيبيهاش لوحدها. فرج قاعد مع لوزه وشوشو؟ ايوه بيتودودوا في الاسرار اللي ما يصحش مفحوصه زي تعرفها. المهم انت زعلانه ليه؟ انا مش زعلانه. والدمعتين فروا من عيني غصب عني لما افتكرت اخوكي طاهر. طاهر تعرفي اني مش فاكراه خالص. كان عندك 3 سنين لما سافر. كان مغرم بيكي قوي. طول ما هو قاعد في البيت لازم يلعبك ملوش شغل غيرك. كان يقعد يلعبك بالساعات. وليلة ما سافر كانت المركب بتاعته طالعة الفجر. صمم لازم يصحيك وخدك في حضنه وحضنك قوي. بس عملتيها عليه ورداش يغير. قال حاسبها تنشف علي عشان لما نرجع تكون كبرت شوية ونعيرها بيها. سوكا ايه يا طمان؟ يعني ما جاليش نوم وقلت نقعد نتكلم معاك شوية. اتكلم يا طمان. بحبح يا طنطا، يعني هنروح ننام. استنى يا بت، مفيش اسرار. يعني كنت عايز نقولك اني بنحب طاهر زيك بالظبط. بس. مع ان اخويا طمان ده كشر وشكله يخوف لكن قلبه طيب قوي. كلنا على فكره قلبنا ابيض وبنحب بعضنا اكتر ما بيبان علينا. يا ترى هنفضلوا كده؟ وده يزعلك في ايه؟ دي المنشيه كلها ملهاش سيره من الصبح الا اللي عمله فرج شرغوش في فتح السقسه. ما هي سكتنا ولا هو لوننا يا عرفان. البادي بالشر اظلم يا سكينه. وعلاني ما سمعت رجاله فتح سقسق هم اللي حفروا لاخوكي في الاول وكانوا عاوزين يلفقوا له التهريبه عشان حط نفسه في سكته. ولعلمك بقى انا ما وافقتش على شغل المينا ده الا بشرط انه يبقى من بره بره. طلقت حلواني في الخفيف كده وفي حاجات تنفع شغلنا الاصلان. لوتو هدوم مستعمله، صندوق اكسسوار، كام حته ريكوردرات على راديوهات. لكن نخشوا على خط الغلال وسرقه البضائع واللبش ده لقوا مين؟ مش اي حد. ده الغول الكبير فتح ساقسه لا احنا قد ولا نقدروا عليه. نقوم نقصوه في حمول الثلاث ريلات ولبسوه تهمه كمان. الحمد لله اهو اتقفش. وفكرك هيفضل جوه وياخد حكم؟ ليه لا؟ تبقى على نياتك وما تعرفش مين فتح ساقسه بكره يطلع منها زي الشعره من العجين. تفتكري كده؟
ده احنا اتشهدنا وقلنا غمه واتزاحت. خلاص بقينا ملوك المينا. يسقط فتح ساسا يعيش فرق شرغوش. وصلي مش كده؟ ازاي الحال دلوقتي؟ الله، ما هو اللي شايلها تشد حميده. بعدين اعلى ما فخله ركبه. انا ما بنخافش. ما انت جربت في رجليك. مالنا احنا ومال فتح ساسا؟ ناقصينه ولا كنا ناقصينه؟ رواقه يا سوكا، احنا نقدر نلموه من اولها. مين؟ ما جابلكش حس يا ضناي. انت هنا من امتى؟ استني بس يا سوكا، ما نشوفه عايز يقول ايه. انا بنقول ايدنا في ايدين فؤاد شلبي، هو الوحيد اللي يقدر يقف لفتح ساسا ويصاروا عننا. الله، جبت التايه زي يعني نطلعوا من نار ساسا ندخلوا في فرن شلبي. صبرك بالله يا سوكا، الفكره برضو مش بطاله. تكتكه في السليم ومؤقت، نتحامه بده شويه لغايه اما يضرب في ده وبعدين نخلعه. عين العقل يا طمان، سلم لسانك. ماله فؤاد شلبي؟ راجل ومقتدر وماله هدومه وله هبته. ايوه، وأنا الاوان بقى يا بنتي؟ يعني هتضيع عمرك كده سنه ورا سنه ورا سنه ورا سنه والايام بتجري وهتشوف اخواتك كل واحد بيتجوز والبيت يفضى عليكي. حلوه قوي، بتشتغلوا خطبات على اخر الزمن؟ طالكم منين فؤاد شلبي عشان يحطكم في جيبه ويزقكم عليا؟ ها؟ ما طردوا. والله يا اختي ما شفناه. هو احنا بنطلع من البيت خالص ولا بنشوف الشارع؟ احنا بس اللي قلبنا عليكي، عايزين سرك يهدى كده وبالك يرتاح. ايوه، وكل بنت في الدنيا يا اختي مسرقه للجواز. ما تبص يا امه، وانت مرات ابويا. ايه؟ الله، لا تتكلموا في مواضيع شغل مالكوش عشره بيها. اللي دخل الجواز والعجايز ده فيها؟ يلا على المطبخ وضبوا العشاء على البنات ما يرجعوا من كليتهم والاستاذ مرسي يشرف. يلا يلا يا اختي، يلا ان شاء الله هتبقى ليله قشطه. عندك حق يا اخويا، كله اتكربس في يوم واحد. ولا اتكربس ولا حاجه يا غدا، اعملك. الله، موضوع فتح سقسق ده ما تشغلوش بالكم بيه، سيبوه عليا انا هخلصه. المهم دلوقتي حدوتك مرسي. خلوا موضوع مرسي ده عليا انا، احنا مش هنغلبه فيه. المهم بس نعرف نيته ايه. هتعرف نيته ازاي يا طمان؟ وده بيبان عليه حاجه ولا عمره دخل لحد دغري؟ الواحد يقول اللي هو اللي عليه. انت خدتيه غدر. انا خدته غدر يا طمان؟ بتحاسب على كلامك يا طنطم. انا بنقول الحق يا فرج. ايه اللي خلاها تتطوع من ذات نفسها وتروح تشهد عليه؟ ضمير يا طمان، شهادة الحق. محدش طلبها منك. وبعدين الولد اللي اتضرب نفسه خاف من مرسي وما رضاش يقول مين اللي ضربه. ايوه، بس اختك شافت العركه بعينيها والبوليس جر الولد حبشي وكان هلبسها ظلم. يعني نسكت ونسيب واحد بريء يدخل السجن؟ مرسي ابن عمنا مهما كان. مرسي ابن عمك والحق ابوه. وبعدين يا جدعان، احنا هنقلبه في اللي فات ليه؟ اللي حصل حصل وخلاص. انا غرضي نطيبه خاطر مرسي بشغلانه ياكل منها عيش ونبقوا كسرنا سمه. لو هتدخلوا له من السكه دي هيركب ويسوق فيها. سليم يا اختي، وبعدين مرسي مش محتاج حد يشغله، يرجع للي كانوا مشغلينه. طب بس ادوني فرصه، سيبوني نلاعبه. وما تنسوش ان احنا في الظروف اللي زي دي محتاجين لواحد زيه. احنا بنبعدوه ولا انت عايز تقربه مننا اكتر؟ لا، مستحيل يدخل عبينا تاني، مستحيل. من اول ليله بنت لبيتها وقعد يترازل على البنات. معلش، المره دي هنعتبروها في الهزار، انما لو اتكررت. وانا هنستنى لما تتكرر. طب ادينا فرصه ننزل انا وطمنا نحذره وبعدين نبقى نشوف. الو، ايوه مين؟ بدري مين؟ يا لحيتوا تنسوا؟ انا بدري من الدكتور جابر. الحمد لله انك افتكرتي. اهلا بيك. لا انا بتكلم من اسكندريه. اصل وصلت في ماموريه كده وكنت ناوي افوت عليكم، قلت اتصل بيكم بالتليفون الاول بدل ما تحبس في اوضه الفرقان. اهلا وسهلا، بس بلاش الليله. ايوه بكره في اي وقت. ماشي، مع السلامه. وادي هم تالت كنا ناسيينه. هو كل شويه هينط لنا؟ عايز ايه ده كمان؟ ما احنا عارفين عايز ايه هو وابوه. شوف مين يا طمان؟ الليله دي مالها كده؟ الحق طمان، البوتيك بتاعك النار مسكت فيه. ايه؟ بيتحرق. بدر؟ امتى؟ ومشى؟
ما قالكيش اذا كان هيرجع تاني ولا لا. طب اسمعي، اذا اتصل تاني قولي له انني موجوده في الزنقه طول النهار. ماشي، شكرا، مع السلامه. انا ماشي استعد. بالاذن، لحظه يا ست البنات. حاجه عايز نقول لك كلمتين من باب العيش والملح ليس الا، ولو قلتي مالكش دعوه يبقى حقك عليا مقدمه. مش لما تقولي الاول. ادينا هنقول. مرسي طلع من السجن وراجع يعف حواليكم. اي نعم انتوا ولاد عم واني غريب، لكن نحب نخلص ضميري وننصحك. الجدع ده ديله نجس ومفيش وراه غير البلاوي، وانتوا ربنا ما فتحهاش عليكم الا من يوم ما خفى وبعد عنكم ودخل اللومان. واديكي شايفه مع هل طلعته الميمونه بوتيك طمان اتحرق. راي زي رايك استعبده، وانت عارف. عارف انك ما بتطيقهوش زيي، لكن اخواتك. معلش، أنا حنروق له ونفكر له في صرفه. أنا عن نفسي بقولها لك وما تأخذنيش، ما عنديش غير ده. لو بس هو بنحيتي حندبه في نفوخه. لسه ما نسيتش يا نوحي؟ أنسى إيه يا سوكا؟ لو أنت مكاني تنسي؟ لا يا عبدو، في حاجات مش ممكن تتنسى. عموما معلش، أنا حنقصره عنك وعن بناتك. سلام. فهموني ايه الحكايه؟ ما تقولي له. عشان مالي الغلبانة ومالي الزلد، نبقى ملطشة. يرضيك يا معلم، أنا بتدخل رجالة بتقص الليالي عندك. ايه ده؟ كلام ايه ده على زغلول؟ على هي سبقت وقالتها لك يا سعرفان، وانا ما بنفتريش عليها. انا شفت مرسي عطال بعناية دول داخل عندها الساعة 12 بالليل، وبعدين جاني خبر الحريقة جريت واتلهيت فيها، وبعدين جيت النهاردة قلت نسألها بالراحة من غير شوشرة وبعيد عن البيت وعن امي وبنتها الصغيرة. طلعت فيا وعملت لي الهليلة دي. سمعتوا يا ناس؟ شفتوا بيقول ايه؟ ملك الله يا مفتاح. استغفر الله العظيم. بس قومي، بس قومي بقى، بلاش الهيصة دي في الشارع. قومي خش دكانك. يرضيك يا معلم، ما تشوفكش تاني. ولو لك حساب تروح تاخده من طمان، وياك نلمحك تاني في اي سكه يا نادل يا جبان. كده برضه يا ست سوكا؟ معلش، برضه انت زي اختك كبير. نجر قدامك، نجر قدامك. يلا 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 يا جماعه، كل واحد يشوف شغل. اسمع يا بابا، تاكلي يا اختي توهية. يلا مش عايزين نطوق فيكم بقى. يلا 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 يا سيدي، يلا يا عم افتح. يلا يلا تعالى. يلا يلا انت تعرف عني اني كدابه يا سعرفان؟ لا زغلول. تعرف عني اني ندل، وممكن نتكلم على حرمه كلام زي ده من غير حق؟ الحقيقه زغلول مفيش خصل ليه يا معلم، طول عمري واد جدع وشهم. خلاص اتليه، روح انت شوف شغلك. امسك يا زغلول، امسك. اني عارف انك ما بتكذبش، وعارف كمان انك مش من الصنف اللي افتري على وليه غلبانه او يتبلى عليها، لكن يا ابني مش جايز يعني يكون اتهيأ لك. عيب يا معلم، مش انا اللي خليت هيؤات تلعب بدماغي وتجرني الكلام زي ده. انا مستعد نحلف لك على الختمه وربنا يسخطني لو كنت بنكذب. انا كنت نازل رايح القهوه، لمحت مرسي قبطان طالع على السلم، استغربت وقفت اشوفه طالع فين. لقيته بيخبط على باب زوب، وهي من جوه قالت مين؟ قال لها انا مرسي يا زوب. فتحت ودخل. ما حصلش ما حصلش. تصدقيه فيا انت يا سوكا؟ ما انت عارفاني ومعشراني طول عمرك. شفتي على اي حاجه كده ولا كده؟ لا يا زوب، بس كمان عارفه الولا اللول ابويا اللي مربيه وطالع معانا ومعاشرنا، وعمري ما سمعته بيكذب ولا بيفتري على حد. واني ما ضربتوش وكرشته عشان بيكذب، لا، عشان بيقول الكلام ده وسط السوق وقدام الناس. يا مرارك يا زوبه، يا سعد عشتك يا زوبه. يا بت، يعني وانت مفيش حد معانا، بطلي شويه دول وكلميني زي ما بنكلمك. حرام عليك يا سوكه.
سؤال وتردي عليه في كلمة ونص. مرسي جالك امبارح بالليل ولا لا؟ يا لهوة بالي، بتعمل ايه يا ولية؟ مكنسة منك ليها يا اختي. ولا حاجة. كنا بنشوف حكاية البت دي ايه؟ سوكا جراها ودموعها محمياه ومرضاش تقولينا على حاجة. طيب يا اختي اتطرقي انت وهي وشوفوا وراكوا ايه. نسوان فاضية داريني شمشبوا في الكنسة زي القطط. امشي. الناس كلها عارفة سمعة مرسي، ولو قلت ايوه كان عندي مش هخلص من لسانتهم. ويبقى عندهم حق. صدقيني يا سوكا، والله العظيم ما في بيني وما بينه ايوه حاجة، ودي اول مرة يخطيلي فيها عتبة بيت. وايه اللي خلاه يخطيها من اصله؟ اني اتفاجئت بيه. وفتحت له ليه؟ خفت. ما انت عارفة ابن حمك، قلت في حقي بالي لو ما فتحتوا ليش يا بيت يكون طفح سبرته ولا مبرشب يزعق ويعمل لك فضيحه في البيت. نجف حندوسه صاحبه الصلف كم شذر. ايوه، عايزه بنات يرقصوا، وشافتني وانا بنرقص فرح بنت اخويا حسن، قال ايه حطت عينها عليا، وبسلامته راح يسر عندها امبارح قالت له. وانت قلت له ايه يا بيت؟ لو براحتي كنت كرشته، بس خفت يضربني ويعمل لي فضيحه في البيت، عملت اني هنفكره ونرد عليه. اوام كده؟ ده ما بقالوش ليلتين خارج من السجن. قالوا يقولوا لي السجن توابه وندوا له فرصه. بيت زوبه. نعم. انت ما عندكيش قعد لوحدك، تنزلي دلوقتي حالا مع شطاره تلمي عزالك في عربيه نص نقل وتجيبي بيتك وتيجي هنا. هنا فين يا سكينه؟ البيت كبير يا ستي. ايوه يا بنتي، بس ما كانش فاضي فيه غير اوضه مرسي وهو جه وقعد فيها. بات فيها ليله ومش هيبات التانيه. دلوقتي وانا بنكلمك العيال بتوعنا بيرموا له عفشه في الشارع. كملوا كلامكم يا بهوات. انا سالتكم سؤال. ما انت بتسالي وانت زعلانه، يبقى ملوش لزوم نتكلمه. لا هنتكلمه ما دام مصلحتنا كلنا. احنا سوكا في جو متغير عن الاول. السوق ما عادش زي زمان، بقى في حرق مال ولعب مش نضيف، ويمكن كمان توصل للدم والاجرام، واحنا مش هنستنى لغايه ما نتضرب على قفانا. لازم نتغير يا سوكا. نتغير ازاي يا طمان؟ نعمله اللي ما كناش قادرين نعمله قبل كده، ندافعوا عن نفسنا قبل ما نتضربوا، نحمروا عينينا ونفهموا الكل اننا مش شفايه، واللي يدوس لنا على صباع ندوسه على رقبته. وبعدين؟ احنا مش شويه ولا احنا ضعاف، رجالتنا وصبياننا مليين شوارع اسكندرية. نعملوها عصابة يعني. مش عصابة يا سوكا، احنا في الاول والاخر يا اختي عايزين نحافظ على مصالحنا ونسونو مالنا ونحمو نفسنا من البشر اللي عايز يتنازل علينا. وديك فاكرة واحنا عيال صغيرين من 10 سنين وانت اللي كنت في وش المدفع، عملت ايه عشان تقفي قدام رجالة فؤاد شلبي والرجالة اللي حبوا ياكلوك في السوق؟ عملت ايه يعني؟ دفعت عن نفسي بايه وازاي؟ كلنا فاكرين فرقة الشراغيش اللي لمت ايها حوالين منك، وعرفان اللي عشانك اتعارك وضرب وسيح دم، وخالي مغني وعم شطارة. كنا لسه بنبنوا نفسينا، ولما وقفنا على رجلينا بطلنا والتفدنا لشغلنا. اهو شغلنا ده واللي عملناه بعرق جبننا متعرض اليوم يتداس ويتهرس يا سوكا. دكان الطمان حرقوها امبارح، بكره هيحرقوا دكاكين الزنقه، بعده هيوقفوا لنا عيال صيع يضربونا بالليل وياخدوا اللي في جيوبنا. مش بعيد نلاقيهم داخلين علينا اوض نومنا. الله، ده انتم متفقين سوا بقى. ايوه سوكا، بصراحه انت بعد ما سبتينا قعدنا نقلبوا الموضوع ده في دماغنا وده اللي وصلنا له. احنا محتاجين مرسي معانا. طبعا، ما دام هتعملوها عصابه يبقى لازم لها راس منصر.
مرسي الوحيد اللي يعرف يفوت في وسط العالم دي ويجيب لنا اخبارهم. ولو حكمت الظروف نعملوا حاجه ما نحبوش نعملوها بايدينا يبقى يعملها هو، ويبقى مرسلنا عندهم لما نحب نهدي اللعب وناخد هدنا نستعدوا فيه زي ما عمل من نفسه النهارده. دي حاجه. نيجوا بقى الموضوع الولا اللول. بصراحه سوكا احنا ما نقدروش نفرطوا فيه ولازم نرجعوه الشغل تاني. انتوا بتشوروا عليا ولا بتبلغوني؟ لا سوكا طبعا بنشوروا عليكي، احنا قلنا راينا. انا هنفكر ونقول لكم رايي. مش هتيجي تاكلي يا سوكا؟ ماليش نفس. ترجع بقى. واضح ان الجو ملبد بالغيوم. زقي ضرفة الازاز بايدك يا ام السيد، الجو برد. ايدي مش فاضيه يا ام فرج، القهوه هتفور. قوم انتي. وبعدين الجو ما واسع على الدرجات يا اختي. ده احنا بابه، وعلى راي المثل في بابه خش واقفل البوابه. ولا انت خلاص اتكسحت ولا خلاص إيه؟ انتوا هتتعاركوا هقفله انا. اهو. وبعدين بقى شوشو ما كانتش تقصد الجو اللي بالكم فيه. كان قصدها الجو العائلي، جو الاسره الشرغوشيه الكريمه. الاول اجتماع قمه في اوضه الجلوس يشترك فيه ابن عمنا العزيز مرسي ويخرج، وبعد شويه تخرج الشرغوشه الكبيره وجاريه على اوضتها من غير ما تسالنا زي العاده عملت اوف كلياتكم ولا تقعد معانا على الاكل، ويفضل الفرسان الثلاثه قافلين عليه. ما انتوا لو صحيين لروحكم ما كنتوش تركنوا على جنب والصباع تضرب تقلب. على رايك يا ام فرج، البت من دول ما تصدق تخش الكليه وتشيل ايدها من كل حاجه في الشغل. مش كفايه اللي شايفينه طول الابتدائي والاعدادي والثانوي سرحان بالبضاعه في الشوارع بعد الظهر ومذاكره بالليل ومدارس الصبح؟ ولا يعني هو مكتوب علينا كده الشقه على طول؟ ولا عايزين زمايلنا يقابلونا في الشوارع واحنا بننادوا على البضاعه ولا واقفين في دكان الزنقه؟ اسم الله، وهو عيب ولا عار؟ مش ده اللي كبركم ورباكم ودخلكم الكليه؟ ما قلناش لا، بس كفايه. خلاص خلاص بقى، حقكم عليا، دي ما كانتش كلمه قلتها. سيبيهم يفضفضوا ويطلعوا اللي في قلوبهم يا مرات ابويا. وايه كمان يا مدمازيلات؟ ما تسمعونا. ايه يا سوكا؟ ده دمي كانت بتلوموا علينا اننا مش حاطين ايدينا معاكي في الشغل انتي واخواتي. ردينا عليها ادي كل الحكايه. وانت يا ماما بتستعري من شغلنا؟ اني ليه؟ مش خايفه لحد من زمايلك في الكليه يشوفك وانت بتسرحي بالبضاعه ولا واقفه في دكانه الزنقه؟ وده معناه اني بستعري من الشغل؟ كل الحكايه ان ظروفنا اتغيرت. وبعدين انت اللي عملتيها مبدا، البنت تو ما تدخل الجامعه ما فيش شغل. ايه يا شرغوش يا جميل؟ مين اللي معكر مزاجك الليل؟ كل حاجة يا فوتي. الشتا داخل والاوضه دي بحر، ونقلوا التلفزيون والراديو في المعرض الفؤادي. اه ماشي. اتفرج على الفيلم حلو قوي يا سوكا. لا انا ما نحبش الكاراتيه والهاكس ده. ده مش كاراتيه، ده بتاع فندام كيك بوكس، يعني ضرب فيه بالرجلين اخطر. يا عيني شفت طرف الهوا وخدوا مقص رجل الزهرة؟ طب خليكوا في البوكس والمقص الهوا، انا هرد على التليفون. لو تعالى الحارات اقول له ان انا مش هنا. خليكي انا هرد، اكيد همس ملت. الو؟ مين؟
ده من مصر قريبنا لهناك. الو اهلا وسهلا. انا اسف يا بنتي اني بكلمك في وقت متاخر زي ده. متشكر. الحقيقه انا حبيت ابلغ ان جاي اسكندريه بكره الصبح، عندي سمنار قصدي مؤتمر في جامعه اسكندريه، وكنت بالمره عايز اشوفك واشوف اخواتك عشان ننهي الموضوع المتعلق بينا. ان شاء الله عندي حل هترحبوا بيه. طب مش تدينا فكره عن عن الحل ده عشان بس نعمله حسابنا؟ طب براحتك، احنا من الصبح لغايه الساعه 7 بالليل في الزنقه، بعد كده في البيت. ماشي، اهلا وسهلا. وانت من اهل كمل انت. بس يا الدكتور بعينه هيبيع باي ثمن، هنعمله ايه ونجيبه الفلوس من ايه؟ الساعه بقت 8 ولسه ما جاش. هو قال انه هيتاخر. انا مش بنتكلم عن فارغ، انا بنتكلم عن الراجل الدكتور ده اللي لطعني. انت عايزه نروح لولاد خالك، بيقولوا امهم تعبانه قوي. انا هنروح لهم بعد ما ناكل. طب افرض الدكتور جابر جه، هنقابله لوحدي؟ ايه ده، مكسوفه منه يا سوكه؟ يا اخوات ليه، انا كنت عايزاك تبقى موجود عشان تسمع هيقول ايه ونردوا عليه سوا. فؤاد شلبي؟ ايوه. أنا بعد ما لمحته داخل العمارة اللي فيها مكتب فؤاد شلبي نزلت جاري من العربية، على ما وصلت كان راكب الأسانسير، بصيت لقيت اللمبة ولعت في رابع كات اللي فيه مكتب فؤاد شلبي. هوب، فجأة لقيت الولا ميتو نزل روح وعربية فؤاد شلبي لسه موجودة. يبقى ده معناه إيه؟ إنه روح الفتوة بتاعه عشان يخلاله الجو مع الدكتور. دلوقتي مش ناقصنا غير سيد ونريمان. سامحي نريمان يا ست سوكا، اصل عندها سخونيه وجسمها بيوجعها. معلش، البركه فيك يا عم شطار. لا بارة يا سكينه، صحتينا من احلى نوم وفجعتينا يا بنت. معلش يا ست، اصل عايزه كلنا نبقى راي واحد في الموضوع ده. الدكتور جابر عايز يشتري نصيبنا في البيت وعارض مبلغ كبير، 120,000 جنيه. مية وعشرين ألف جنيه؟ قولوا منين دول يا بنتي؟ هو معذور ده جاي واقع في عرضنا نشتروا منه. أنا بيتهيألي إنه بيلعب لعبة كبيرة قوي مع فؤاد شلبي، عشان كده أنا رأيي نقول له لأ. يا طمان، إحنا لنا أكل ولا بحلقة؟ الله، الراجل عارض مبلغ كبير قوي وإحنا محتاجين له، وبصراحة هو ده المهم في الموضوع. ولما أشتري البيت هيسيبكوا قاعدين فيه ولا هيطلب منكوا تسيبوه فاضي وتخلوه؟ لا طبعا، عايزنا نخلوه، ده شرطه. وهنقعد فين يا سكينه؟ سهله يا ستي، البيت بتاع كليوباترا كله شقق مفروشه، ناخد منه شقه ولا اتنين نفضوهم ونسكنوا فيهم. يا ريت، ونقبوا بقى على وش الدنيا ونقعدوا في حته نظيفه. ما احنا كنا متفقين نكلموا سوكا في الحكايه دي قبل يعني حكايه بيع البيت دي. بصراحه بقى زهقنا. وانت يا فوتن؟ اني معاك يا سوك، اللي توافقي عليه انت اني موافقه عليه. انا عارفه ان انت اللي ليا في البيت دلوقتي، بقى مش فاضل غير رايي ام سيد ومفارق. يا دي عايزه رايي انا طبعا مع اولادي نبعوهم. ونسكنوا في الرمل ونشموا هوا. افتحي الشباك تلاقي الهوا بالزوفة يا ام سيد. وجتك ايه يا سمغاني؟ مش ده الهوا اللي بنقول عليه؟ انا نقصد الهوا التاني، الهوا اللي بيطلعك على السطوح لغية الحمام، الهوا التلياني. ما تنهدي يا ولية، بطلي مياسة، عيب على سنك. وانت مالك بيا انت يا فرنسا؟ الله، انت قاعده لي على الوحده ولا قاعده لي على الوحده؟ اتلمي يا ولية انت وهي بقى. ايه
استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. رحمتك يا رب. بيا يا سكينة وما تفكريش فيا ولا تحملي همي. ونحمل همك ليه يا ستي؟ ما انتي معانا سوا هنا او في بيت كليوباترا. مش هنلحقوا يا بنتي، مشوار طويل، مش هلحق اكمل المشوار. استني يا حاجة، اني ماشي معاكي. يعني ما قلتلناش رأيك يا خالي. لاني ولا ستك ولا شطارة من بقيت اللي البيت. إذا كنت ندهن علشان قاعدين معاكم، ما تحمليش هم زي ما قالت لك الحاج. ادخلي. ادخلي يا سكينة وردي الباب. الهوا جامد قوي. والنوى السنة دي شد حيلها على الآخر. تصبح على خير يا مغني. تمام يا حاج. عايزه مني حاجه يا بنت سيدي؟ زي اللي عايزاه من الكل يا شطار. رأي؟ رأي أنا؟ الله يسترك. ليه يا عم شطار؟ أنت مش واحد مننا؟ ده عهد يا بنتي خدته على نفسي قدام أبوكم الله يرحمه. قال لي يا شطارة ما تفوتش سكينة واخواتها. قلت له لآخر يوم في عمري خدمهم وخدم اللي يعزوه. يبقى رأيي في ايه؟ أنا معاكم مطرح ما تروحوا. يمكن أكون كبرت وما عدش أقدر أنفعكم زي زمان وتقدروا تستغنوا عني وعندكم بدل الراجل 10، لكن أنا ما أقدرش أستغنى عنكم. لا أنا ولا بنتي. ولا احنا يا عم شطار. اقعد اقعد تعالى استريح. كوبايه لبنات بسرعه. فاتك مؤتمر الام عرب. مين مرسي؟ حرام عليك يا جدع فلعتني. يلا ما تبقاش خفيف. ايوه ده انت باين عليك جاي من سهره موجوجه. قولي بتضرب مع مين يا شغوش؟ سيبنا زوغ لحسن زمان سوكا قلب الدنيا عليا. اه خصوصا انها كانت عامله اجتماع مصيري. مصيري؟ مش بيقولوها كده برضه في اخبار التلفزيون؟ اختك ناويه تبيع البيت للدكتور بتاع مصر. يا سيدي بالسلام. 120,000 جنيه. يلا 120,000 جنيه هيروحوا في جيوب طمان وفرج. وخليك بقى حلو انت تفضل سهرات الانس والفتاشه مع فاروق والكارني. هما مين دول؟ انا من هنا ورايح مش هنسيب مليم واحد من حق الحد. ايوه كده يالا وريهم العين الحمراء. انت فين يا ابا؟ بدايتين عدم مؤاخذة حضرتك مين؟ دكتور جابر قبطان.
حلو، انا كمان ما عنديش مانع نبيع نصيبنا في البيت، بس الاول نحب نعرف ال 120 الف جنيه دول هيروحوا فين. هنوضب بيهم الدكان اللي اتحرق. لا لسه ما اتفقناش، قدامنا كمان قهوه حناطه. سكت يا سوق، مش عايزاهم انت كمان عشان المحلين بتوع الزنقه يبقوا ثلاثه. وفيها ايه يا سيد؟ فيها بقى ان ال 120 دول يتقسموا القسمه الشرعيه، فلوس التجاره للتجاره، ما نقدرش نفتوش الدنيا ونزعوها، لكن لما نقول ابيع دي مساله ثانيه. بتقول ايه يا هلا؟ انت كل شويه تطلع لنا بالموال ده؟ ايوه، ومش هيبطلوا لما نظروا في حته حلقه من ليها فوره فيها في الكاس. عندك يا سرعاتي، هو اهدى؟ هي اهلي تديله الطريحه؟ هو سيد ده ابن مصعد قبطان ولا مش ابنه؟ ايه يا وجيد؟ ايه؟ بس مين منه لاخواته يا وجيد؟ عشان ياكلوه يا حبيبتي، هو سيد مش ليه حق زيهم؟ الله، وهو نصر يا اختي، ده واخد حقه تالت ومتالت. اضروا الباقي على اخواته اللي بيشتغلوا لحد ما يتوحوا الدردي، وهو داير على حد شعر فالما هيسعوا الصعب. ما يسعوا ايش يا حبيبتي؟ انا بتنادي شوية يا حبيبتي، انتوا ايه انتوا حوالنا عشان هنطلع يا فارس، استنى ما تضربني. يا ولد انت بقيت تخيل على الضرب. انا ايه يا ابني؟